أحبائي المشاهدين، برحب فيكم مرة ثانية من جديد باسم الرب يسوع المسيح بحلقة جديدة من برنامج أكثر من رأي. حلقة هذا الأسبوع أحبائي هي بعنوان لك اسم أنك حي وأنت ميت. الرب عم يتكلم مع المسؤولين في كنيسة ساردس، ورح نعالج هذا الموضوع بنعمة الرب مع أحبائنا وضيوفنا الأحباء في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك أسيس نبيل، والرب يباركك كالعادة. أهلا بك أسيس جون، الرب يباركك. الأسيس نبيل زخاري طبعا راعي كنيسة في سيدني، ونشكر رب من أجله، بيخدم خدمات متنوعة، والرب أيضا سيباركه كالعادة. ونشكر رب من أجلك لأنك شرفت البرنامج. أشكرك، شرف لي أن أكون موجود معك. أشكرك جدا. وأحبائي نحن سعداء أيضا أن يكون معنا خادم الرب الفاضل، أيضا معنا الأخ عوني بشاي. أهلا وسهلا فيك أخ عوني. أهلا. ربي باكك ونشكرك لأنك أيضا شرفت البرنامج. ربي يستخدمك بقوة كالعادة لبلوى أكثر إذا الله بريد. بركة. أمين. أحبائي نحن سعداء أن يكون معنا أيضا الأخ أندرو حبيب، اللي كان طبعا منذ قليل على البث المباشر قبلي ببرنامج أنا مش كافر، لكن سيكون معي بعد قليل بنعمة الرب يسوع تقريبا يمكن حوالي 25 دقيقة من الآن، وسيشاركنا بهذا الموضوع الشيق بنعمة الرب يسوع. طبعا هو هذا الموضوع اللي عم نتكلم عنه موضوع تقريبا متعلق بكنيسة ساردس، إحدى الكنائس السبع اللي تكلم إليها يوحنا الحبيب بسفر الرؤيا، طبعا بأمر من الرب. الرب يسوع كلمه حتى يكلم الكنائس السبع الموجودة في مناطق آسية. وطبعا هذه الكنائس بتمثل، البعض بيقول أنه بتمثل أزمنة الكنيسة بحالاتها، يعني بتقوله بنجاحها أو بفتورها إلى ما هنالك. لكن طبعا الرب يسوع بيقول الوحي أنه هو يسير ماشي في وسط المناير الذهبية السبع، أي بمعنى عم بيحافظ على هذه الكنيسة الواحدة اللي نراها بصفة سبع كنائس. لكنه برضو بيقول أنه الرب حامل رعاة الكنائس وبيمثلهم بالكواكب، يعني الرب حاملهم بيده بيمينه، وهذه الكواكب مفروض تنور، يعني دورنا ننور في هذا العالم ونكون مثل ما قال الرب يسوع أنه نكون نور في العالم ونكون ملح في هذا العالم. هذا دور الكنيسة بكل مؤمن وبكل مؤمنة. فالموضوع نحن مش هنغوص فيه في فكرة سفر الرؤيا وهالأفكار كلها، لكن رح ناخد المقطوعة اللي بتقول بحسب سفر الرؤيا الأصح الثالث. أحبائي الرب يسوع عم بيقول ليوحنا الحبيب اللاهوت، يعني يوحنا اللاهوتي، بيقول له برؤية 3:1 واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس. وهون الملاك المقصود فيها يعني رسول الكنيسة، المشرف في الكنيسة، راعي الكنيسة إلى ما هنالك. هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب، يعني هو حامل السبعة الكواكب أي سبعة الرعاة. وطبعا بما أنه له سبعة أرواح الله، أي بمعنى أنه هو الكامل بلاهوته، لأنه ما فيش سبعة أرواح، هون إشارة للكمال، كمال روح الله في شخص المسيح، لأنه فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا، يعني كل ملء اللاهوت في شخص المسيح. أنا عارف أعمالك، بيقول الرب لملاك الكنيسة، أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. كيف اسمك حي؟ لك اسم أنك حي وأنت ميت، رح نعالجها بنعمة رب مع أحبائنا. فبيقول له الرب أيضا كن ساهر وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. وهذه نقطة حلوة ممكن نبحث فيها بعد شوية. خليل أحبائي، هل أعماله رح تخلصه أم أنه لأنه مخلص كان لازم تكون أعماله حلوة قدام الرب وكاملة؟ أي. فاذكر كيف أخذت، ماذا أخذ؟ سنتأمل بالموضوع. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في ساردس في الكنيسة، يعني لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمح اسمه من سفر الحياة، وسأعترف به باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح، أي روح القدس للكنائس. ليبارك لنا الرب هذه الأفكار أحبائي وهذه الآيات المباركة. وطبعا لازم نتكلم قليلا عن الموضوع حتى يتوضح. يمكن البعض عم يشاهدنا ويقول طب انه يعني دخلتوا في موضوع عظة مثلا. هي مش موضوع عظة، بس نحن بهمنا أسيس نبيل، حضرتك بتعرف طبعا، بهمنا نحن نوضح للمشاهدين انه في شيء اسمه واحد يكون عايش بس هو ميت،
يعني هو شخصيا عايش بس روحيا بنظر الله هو ميت بالذنوب والخطايا. وفي شيء اسمه مؤمن، مؤمن مخلص اختبر خلاص رب يسوع لأنه بيقول له اذكر كيف أخذت، لكن هو له اسم أنه حي بس هو بسلوكه بين الناس للأسف مش حلو. تفضل. نشكر رب لأجل الموضوع ده، وبشكرك لأنك يعني رب حط على قلبك الموضوع النافع جدا ومفيد جدا لنا كلنا، لأنه كل واحد إلى حد ما بيشوف نفسه في ملاك كنيسة سردس إلى حد ما بقول، وده بياخدنا لفكرة أنه إنسان أخذ حياة، لك اسم، الرب بيشاور عليه وبيقول له لك اسم أنك حي، أخذت حياة، أخذت حياة من رئيس الحياة، من مصدر الحياة، أخذتها نعمة هدية مجانية على حساب نعمة ربنا يسوع المسيح. لكن للأسف حياتك أو سلوكك أو كلامك أو تصرفاتك أو شهادتك بشكل عام بتبين أنك ميت. فالرب هنا بيتكلمه بعتاب، عتاب محبة، عتاب، وفي تحذير كمان، في كلمة تحذير، فبيقول له أنت خدت حياة، عيش بقى بمقتضى الحياة، عيش كما يحق الإنجيل المسيح، أسلك كما يليق بالدعوة. أنت أخذت دلوقتي عليك اسم، اسمي كمسيحي كمؤمن كمخلص، عليك على على عليك ختم، عليك سمت يسوع المسيح رئيس الحياة. فحياتك لازم تعكس كده بقى، خلي بالك انت اللي انت طالع من حياتك ده في موت، رائحة موت. فالرب هنا بيشاور عليه وبيقول له خلي بالك. هنتوسع اكتر بقى في التحذيرات وفي العتابات اللي الرب بيكلمه فيها بعد شوية، بس عايز ادي فكرة. فرصة لأخوي الحبيب. التعليق المبدئي الاول اخ عوني من فضلك، الصورة الاولى هيك شو كيف بتصورها من فضلك؟ الصورة الاولى ان احنا ممكن ندي فكرة ايه هو الموت. نعم. يعني إيه لك اسم أنك حي وأنت ميت. نعم. فالموت اللي يعني بنعرفه أنه في ثلاث أنواع، في موت جسدي وفي موت روحي وفي الموت الثاني. نعم. فالموت مثلا الجسدي اللي هو انفصال النفس والروح عن الجسد، ده الموت الطبيعي. نعم. وفي الموت الروحي اللي هو اللي مكتوب في أفسس إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. لكن بعد كده في الموت الثاني، ده اللي هو النهائي، اللي هو إن الإنسان يبقى بعيد خالص عن الله، يعني موت الثاني. موت الثاني. لكن بالنسبة للكنيسة اللي قدامنا، يمكن الرب بيدي فيها إنه بيحذر إن في ناس ممكن تكون عايشة في الوهم، ليك اسم أنك حي لكن أنت ميت، تحمل تأويل يعني يعني ممكن تحمل هذا التفسير. يعني الرب بيدي فرصة أن أنا أختبر هل فعلا زي ما سمعنا من حضرة أسيس نبيل أنه هل أنا عايش الحياة اللي بتقول أنا فعلا حي واخد حياة ولا لا. فأنا لازم أختبر نفسي هل فعلا حياتي بتشهد عن الحياة اللي أنا أخدتها ولا لسه ما خدتش حياة. صحيح. طيب أنا أشكرك أستاذ نبيل. الفكرة الثانية اللي بدي أبدأ من قبل ما توسع بالموضوع ككل، الرسالة موجهة دائما كانت للرعاة، وللأسف أنه ممكن يعني تلاقي الراعي اللي مفروض يقود الرعية بأمانة ويعيش قدام الرب بكل استقامة، مثل ما كان عم يكلم القديس بولس ابنه الصريح بالإيمان اللي هو تيموثاوس، طبعا هو ابنه مش يعني بالإيمان مش ابنه العملي، وبعلمه كيف لازم يمشي باستقامة ويكون قدوة في الكلام في التصرف في السلوك في المشاء. فيعني معقول رعاة يكون في رعاة عندهم شوية هالقد يعني انحرافات بالسلوك؟ وده الشيء المؤسف الحقيقة، انه الرب بيأتمن أشخاص على عمله على رعيته. للأسف البعض مش بيسلكوا بحسب الأمانة اللي رب حطهم على كتافهم، وبيجنحوا بيسرحوا بيشطحوا وبيبتدي يظهر على حياتهم أعراض الموت. وده شيء يعني خطير جدا. أنا بحذر نفسي كإنسان رب أوكل لي مسؤولية باستمرار، وكل واحد في موضع قدوة أو مسؤولية، مش بس كأسيس أو ككاهن أو كأسقف أو كشيخ، لكن كل واحد في موضع مسؤولية،
كل واحد واخد قيادة في كنيسة في 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 اجتماع، كل واحد واخد قيادة حتى في البيت كأب كأم كزوج كزوجة نحو أولادهم، كل واحد مواطن في المجتمع، كل واحد موظف صاحب مسؤولية. أنا بحب دايما أخذ من الكلمة كل ما يمس كل جسد المسيح بحسب بكل أطيافه. فإذا هنا يعني أنت عليك مسؤولية كقائد، كلمة قائد وقدوة مرتبطين ببعض. القائد لازم يكون قدوة، والقدوة بطبيعة الحال بيكون قائد، لأن الناس بيقتادوا بالشخص اللي هو قدوته صالحة. صحيح. فكقائد لازم أخلي بالي من القدوة بتاعتي. فهنا الرب بيعاتب القائد بالتحديد، لأنه هو صاحب المسؤولية اللي اتحطت على كتفه واللي آخرين بيتبعوه. في أي مجال بنشوف أنه الإنسان المسؤول بتلاقي الناس لما بياخد قرار الكل اللي معاه بيمشي معاه في نفس السكة. إذا كان القرار صائب الكل بيستفيد، إذا كان القرار خاطئ الكل بيعاني. فده ترتيب إلهي. فعشان كده الرب بيدي مسؤولية مع كل واحد، لما بيديله مسؤولية بيتوقع منه أنه زي ما بيقوله بالإنجليزي to shape up، يكون على قد المسؤولية. لأنه كل كلمة هتعملها وكل حركة هتتحركها وكل قرار هتاخده هيأثر في المجموعة اللي معاك. وهنا للأسف راعي كنيسة أو ملك كنيسة ساردس بطبيعة الحال في ناس مشي وراه، لكن نشكر رب أنه بيقول له هنا لا، لكن نشكر رب بيقول له الكاتب هنا الوحي أنه في ناس ما مشوش معاك في السكة الغلط لسه، يعني عندك ناس قليلة في لم يتنجسوا بثيابهم وماشيين معي بثياب بيض لأنهم مستحقون. وهون الثياب البيض مش مفهوم أنه نحن لابسين دي ثياب أبيض دشداشي بيضة يعني. بر المسيح إشارة لثياب البر يعني. البر نعم. بر المسيح نعم. أكيد. يعني نشكر رب أنه حتى وإن جنح القادة لكن الرب بيبقي لنفسه برضه بعض الركب اللي لم تنحني لبعض، بيبقي لنفسه أمناء في الرعية حتى وإن كان القائد جنح. فدلوقتي أنا بحذر يعني كل واحد صاحب مسؤولية ولا سيما في جسد المسيح في كنيسة المسيح، نخلي بالك كل ما كتب لتعلمنا. التحذير ده ممكن يمسنا كلنا بطريقة أو بأخرى أيا كانت موضع مسؤوليتنا. يعني أرجع لكلمة لك اسم أنك حي. الرب هنا بيقول له أنت سميتك، أنت دلوقتي أصبح عليك اسمي. وإحنا بنعرف أنه الرب بيقصد هنا أنك بقيت مسيحي، بقيت تابع ليا، يعني تابع للمسيح. والاسم دايما معروف أنه مرتبط بصفات أو بشخصية معينة. لما بسمي مثلا خصوصا في الكتاب المقدس دايما بيسمي ابنه بأسماء الحدث اللي حصل أو بالأمنية اللي نفسه ابنه يكون عليها. مثلا يعني لما الولد مثلا إسحاق بالضبط سموه ضحك ضحك بالضبط، يوسف سموه يوسف عشان يزيد الله يزيد الله. أيوة. بنيامين يعني ابن القوة أو ابن اليمنى ابن اليمنى أو المفضلة بالضبط. ففي أسماء الأهل بيسموا أولادهم بأسماء عشان يدوهم صفة للاسم ده. واحد بيسمي ابنه بنته مثلا جميلة، هو حظه بقى هتطلع جميلة ولا أو صالح أو يبقى شرير مثلا. فدايما الاسم مرتبط بصفة، وخصوصا في اللغة العربية احنا مميزين بالحكاية دي. الاسم بتلاقيه صفة. نبيل مثلا بتدي صفة عن نبل، عوني بتدي صفة. مشكور رب انت عايش اسمك يعني. مشكور رب عطاك رب يكمل معاك عايش. اشكرك. فيعني اللي عايز اقوله انه الرب هنا بيسمى اولاده باسمه، زينهم بانهم يصبحوا تابعين ليه، ياخدوا his surname انجاز التعبير. ما هو نفس الفكره اللي وردت بسفر برساله رومي 8 اللي بيقول عنها الكتاب انه الله الاب عم يشتغل على الكنيسه على اولاد الرب يعني ليكونوا مشابهين صوره ابنه اي الرب يسوع. نعم. فاذا نحن كل الهدف انه نوصل لهذه النموذج الرائع بتاعت صوره الرب يسوع. امين امين امين. طيب انا بتحب تضيف نقطه معي؟ يعني كنت عايز اقول انه يعني لما الرب بيقول له انت ليك اسم بيميزه، بيقول له خلي بالك انك انت انا ميزتك بالميزه دي. نعم. ان اديت لك اسمي دعي عليك. ومكتوب كده انه المسيح ان المؤمنين تسموا مسيحيين في انطاكيا اولا زي ما بيقول في اعمال 11. نعم. الرب يعني
كأنه بيقول أنا شرفتك بأن أديت لك اسمي، حملتك اسمي، you have now my surname، إنجاز التعبير. فعيش بحسب المستوى ده، يعني لا تخزيني، أنت عليك اسمي لكن للأسف حياتك بتبين أنك ميت. أشكرك جدا. طيب أخ عوني، بذات السياق بتحب تضيف نقطة قبل ما أتحول لموضوع آخر؟ لا ممكن أضيف. أنا أرجع للنقطة اللي قلتها، هل ممكن أنه يكون ملاك الكنيسة أنه ممكن توصل بيه الحالة اللي زي كده؟ هذا سؤال خطير، لأنه للأسف أحيانا منشوف بعض الأشخاص في موقع المسؤولية مش عايشين صح. نعم. لكن لازم يبقى قدام عينينا أن الجسد اللي فينا هو مش هيتحسن. يعني بنعطيهم تبرير مثلا ولا؟ مش تبرير. يعني لازم، يعني أنا لما بحط، يعني مش بقى يعني كشخص أو عضو في الجماعة وعضو في الكنيسة، مش لازم يبقى نظري على الشخص القائد، دي نقطة حلوة، لكن نظري يكون على شخص الرب. نقطة حلوة. يعني لما بنشوف التابع دايما لما اللي قدامي زي ما سمعنا اللي قدامي بيقع أنا بقع، ودي بنشوفها مثلا في حياة إبراهيم، هذا الرجل رجل الإيمان القديس، لكن لما غلط ونزل مصر أخذ مين معاه؟ لوط. أخذ لوط. إبراهيم لما رجع، لكن لوط هل رجع؟ لا، تأثر باللي عمله إبراهيم. وعشان كده لما كان وصل قال لا، اللي شافه في مصر دخل في قلب مش عايز يطلع منه، وعشان كده مشي. فده مشي لوط ورا إبراهيم، إبراهيم وقع هو يقع، لكن يخلي عينينا على الرب مش على الناس. وهذا تعليق بينسجم مع الفكر اللي قاله الرب لملاك كنيسة سارديس، قال له عندك أسماء قليلة في سارديس لم ينجسوا ثيابهم. أي بمعنى أنا بشوفهم أنه ما تأثروش بالقيادات، ولا همهم أنه الكل فاسد، يلا يعني زي ما تقول الكل بيطبل وبزمر والكل عايش في العالم، نحن من عايز. لا مش ضروري. نقطة يعني ناظرين إلى رئيس الإيمان. مجد للرب. وده بياخدنا لنقطة تانية سيد جون. نعم. وأحبائي الأخ الفاضل عوني، أنه كأنه الرب هنا لما بيقوله لك اسم أنك حي وانت ميت، حط التناقض ما بين الاثنين، كأنه بيسموه بالانجليزي بارادوكس، مفارقة. مفارقة ما بين حي لكنه ميت، من برا شيء لكن من جوه شيء. لك اسم من برا انك حي، اخذت الحياة والناس بيقولوا عليك انك انت مفروض انت بقيت من شعب المسيح وحي، لكن للأسف من جوه باين عليك ميت وطالع من حياتك ريحة موت. فالتناقضات دي بتاخدنا لفكرة الازدواجية في الحياة الروحية. نعم. بيبقى إنسان من بره شكله مثلا فرحان ومتعزي ومزقطط، لكن من جوه حزين ومكتئب. من بره شكله مطمن وفي سلام، لكن من جوه قلقان ومنزعج. من بره شكله سخي ونشيط، لكن من جوه بيعمل العمل مزقوق مغصوب عليه، بيعمل العمل مش بنشاط زي ما بيقول كده في رسالة بطرس. من بره شيء ومن جوه شيء، من بره أبيض من جوه أسود، من بره فرحان من جوه زعلان، من بره كذا من جوه كذا. ازدواجية في الحياة الروحية دي وحشة جدا جدا. يعني الرب بينزعج جدا. يعقوب بيقول انه الإنسان اللي ذو الرأيين اللي عايش بشخصيتين ده عنده انفصام روحي، لا يظهر ما يبطن. الإنسان يقول هو متقلقل في جميع طرقه، لا يظن الإنسان ده ينال شيء من عند الرب، لأنه أنت عايش في ازدواجية، عايش في حالة انفصام. مش بترسي على رأي، بتعرق بين الفرقتين. يوم الحد الصبح شكلك مسيحي حلو بين المؤمنين، لكن يوم الاثنين الصبح شكلك مختلف تماما. بس السؤال اللي سأله المرنم بمزمور 42 وقال له للرب، بيسأل نفسه طبعا، بيقول له لماذا أنت منحنية في يا نفسي فيا؟ يعني حلو الواحد يسأل نفسه، ليش أنا منحني؟ ليش أنا من برا عم مثل على الناس وبين مؤمن حلو ومنتصر وصاحب نظريات حلوة، بس أنا من جوا منحني ومهزوم؟ فحلو واحد يسأل نفسه، لماذا أنت يا نفسي منحنية فيا؟ ترجي الله. أيوه. لأني بعد أحمده. فيعني إذا واحد سأل نفسه بجدية ممكن يعني في إفادة. حلو. بس في ناس راضيين بالبارادوكس ده، بالتناقض. Well, I hope إنه الكلام اللي احنا بنقوله ده وصوت الرب لينا النهاردة، لينا كلنا، لأن كلنا معرضين على فكرة للموضوع ده، كلنا مجربين في النقطة دي. نعم. ياما أوقات كتير بنبقى حالتنا من جوه تعبانة لكن مش عايزين نبين للناس.
يمكن مش عايزين نعثر الناس، مش عايزين نضايق الناس، مش عايزين نحسس الناس ان احنا في مشكله او نفشلهم، عايزين يعني لانه الناس بينظروا لنا باستمرار، وللاسف ده يمكن يعني شيء مش مظبوط، انه الناس بيفكروا انه القائد ده سوبرمان، يعني على طول لازم يكون طاير ومهلل ويحمل الكره الارضيه، ايوه يعني الدنيا ماشيه معاه تمام وكل اموره مرتبه والخدمه ماشيه زي النار وبيته مترتب حلو والكنيسه ماشيه زي الفل وحالته الماليه وعربيته الدنيا كلها ماشيه رايقه معاه، وبس يقول للرب كلمه هيك الرب خلص. فبيفكروا ان القائد ده من عجينه تانية او من طينه تانية يعني. فكلنا مجربين في النقطه دي، ان احنا فعلا يبقى من جوانا في شويه تعب كقاده كمسؤولين كرعاه كخدام كشيوخ. فالسؤال هو للتحدي اللي انا بحطه لنفسي هنا من كلمه الله، انه يعني اكون صادق مع نفسي ومع الناس اللي حواليا. لما اكون شاعر بتعب اقول يا جماعه انا شاعر بتعب صلوا معايا، لما اكون شاعر بانه في ازدواجيه في حياتي مش باظهر ما ابطن او مش باظهر ما اظهر، اجري للرب زي ما حضرتك تفضلت. اجري للرب اقول له يا رب شوف اللي حاصل جوايا، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان في طريقا باطلا واهدني طريقا ابديا. ان كان في ازدواجيه يا رب، ان كان في انفصام، إن كان في شيء مش نقي قدامك، اهدني يا رب الطريق الأبدي، وضح لي، وحد قلبي في خوف اسمك. صدقني أنا بقوله للرب دايما باستمرار، وبقول له يا رب أنا من فضلك ما يعني أنا بسألك من فضلك تساعدني، إنه إذا كان في شيء خراب وأنا مش منتبه له من فضلك ساعدني، علمني، وجه لي، افتح عيني. لأنه إذا ابتدينا نرتاح على ما نحن عليه نصل إلى منطقة انحراف بعيد جدا عن الخط المستقيم، وأحيانا بيكون في صعوبة في العودة. لكن إذا ابتدينا باستمرار نسأل الرب يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب أرشدني، يا رب إذا أنا عم علق لنفسي نياشين بس أنا خراب بخراب، فإذا نحن كنا فعلا بجدية الرب يساعدنا، الرب يساعدنا. والرب يعني ما سابوش على الحالة دي، الرب يعني ترقف بحاله وابتدى يعاتبه وابتدى يحذره وابتدى يهزه بقى، خلي بالك توب ارجع ارجع، السكه اللي انت ماشي فيها، الخط اللي انت ماشي فيه ده خطر. اشكرك اخ عوني. فيما الاساسي نبيل عم يتكلم على فكره انه ياما في اشياء وقضايا دفينا، يعني الخارج شيء والداخل شيء اخر. تذكرت حادثه الرب ذكرها في حزقيال 8، ذكرتها بالفعل وحابب انا اقراها قليلا ونتوسع منها. اي بمعنى ياما في اشياء سريه في حياه الناس الذين يتظاهرون في الايمان، وهم طبعا من شعب الرب كانوا، لكن كانوا خراب رهيب. طبعا ما بقدر اقول انه حالتهم مثل حاله المؤمنين، حاشا، لانه المؤمن قد ما يكون خربان عنده حدود يعني، بس برضه في مؤمنين عبروا الحدود وتأدبوا تأديب وصل الى الموت، الرب جعل عليهم انه يموتوا يعني يرقدون. لكن بيقول بحزقيال 8 مثلا، الرب كان عم ياخذ النبي حزقيال برؤيا، وبعدد 5 بيقول انه الرب اخذه طبعا، ثم قال لي يا ابن ادم ارفع عينيك نحو طريق الشمال، فرفعت عيني نحو طريق الشمال واذا من شمالي باب المذبح تمثال الغيرة هذا في المدخل. حطوا له ببيت الرب تمثال الغيرة، اي اللي بيهيج الغيرة يعني ضد الرب يعني. وبعدين وقال لي يا ابن ادم هل رايت ما هم عاملون، ما فعل بنو اسرائيل، يعني الرجاسات العظيمه التي بيت اسرائيل عاملها هنا لابعادي عن مقدسي، وبعد تعود تنظر رجاسات اعظم. ثم جاء بي الى باب الدار فنظرت واذا ثقب في الحائط. وهذا اللي نحن كنا بدنا نعمل فيه نوع من توازن يعني او مشابهه. الثقب في الحائط يعني من برا ما في شيء ظاهر، بس لو حاولنا نحط عيننا بثقب في الحائط على يعني لو الرب سمح لنا ونظرنا حالات ناس كثيرين من في الخدمة أو في الإيمان، يعني في خراب، في خراب. شو بيقول له؟ بيقول له ثم قال لي يا ابن آدم انقب في الحائط، فنقبت في الحائط فإذا باب، وقال لي ادخل وانظر الرجاسات الشريرة التي هم عاملوها هنا. فطبعا دخل ولقى فيه أصنام وحيوانات ودبابات وكذا مرسومة على الحائط، ومين؟ 70 شيخ واقفين من شيوخ بني إسرائيل واقفين وعم يبخروا لهذه التصاوير. أخعوني يعني الإشارة كلها أنه عم بيقوله في ثقب الحائط، اثقب وفوت. لقى باب ودخل فيه ولقى ما هو في الخارج شيء، إذا جاز تعبير، مستورة، وفي الداخل شيء. لكن الذي يسير في وسط المناير الذهبية 7 اللي هو الرب يسوع في وسط كنيسته ينقيها، يعرف كل الأسرار. تفضل من فضلك هيك، ولو أنه تساعدنا على ما هو ظاهر وعلى ما هو خفي. نعم. يعني
يعني أنا أحب أقول للمشاهد برضو نحن بنتكلم في فئتين. نعم. في فئة المؤمنين وفي فئة تانية اللي هي لسه لم تتعرف على الرب. نعم. الفئة المؤمنين اللي تعرفوا على الرب ده سكن جواهم الروح القدس، فأي تصرف منه في إحزان للروح القدس الساكن فيه. وعندما يحزن الروح القدس الساكن في المؤمن بيخليه يرجع عن الطريق بتاعه، عن طريق ايه؟ زي ما مثلا الرسول بولس في كلمنا في كورنثوس ان فيكم ضعفة وفيكم في مرضى وكثيرون يرقدون. فاذا الرب بيتعامل مع المؤمن، يعني دي ارجو ان احنا ناخد بالنا منها، الرب يتعامل مع المؤمن عن طريق الروح القدس الساكن جوايا، بان يد الرب بتتمد، اشعر بالضعف، اشعر بالمرض، واشعر بعد كده انه في يد الرب ممكن انها تمتد لي. ودي برضو نوع من الموت، انه ينهي الرب حياة المؤمن لألا يكون عار على اسم المسيح. لكن غير المؤمن اللي ما سكنش جواه الروح القدس دي بناخدها بالصورة التانية، صورة ايه؟ قبور مبيضة من الخارج لكن من الداخل عظام اموات ونجاسة. وكل نجاسة. يبقى اذا لازم انا اكون اخذت، هل أنا أخذت الخطوة دي؟ هل أنا ابن لله؟ هل أخذت حياة حقيقية؟ حتى لو بعد الحياة اللي أنا أخذتها شعرت بضعف وسقطت في المؤمن، يعني الرسول يوحنا بيعلمنا كده، إن قلت أن ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يبقى إذن أنا حتى بعد الحياة اللي أخذتها عند الرب ما كانتش هناك الشركة المستمرة، ممكن أقع. والجسد في المؤمن ليس بأفضل من الجسد في أشر الخطاة. نعم. فالجسد هو هو، فإن ما كنتش كمؤمن أسهر على حالتي ممكن يحصل لي الحاجات دي. لكن أرجو أن احنا نعرف نفرق أخدت حياة ولا ما أخدتش حياة. فهنا أنا ما بيتكلم يعني في الآخر يتكلموا، نعرف أن الناس دي بعيدة، لأنه في حزقيال حضرتك قريتها دلوقتي، في 8، لأنهم يقولون الرب لا يرانا. نعم. الرب قد ترك الأرض. نعم. الرب لا يرانا. الرب قد ترك الأرض. مش عايز بعد كده من الإنسان إن هو يقدر. طيب رح ناخد فاصل قليل وترنيمة طبعا، ونرجع بنعمة الرب نكمل النقطة الذاتة بنعمة الرب، وبعدين ممكن نتواصل مع الأخ أندرو إذا كان خلص الأمور لأنه كان عنده برنامج قبلنا. أحبائي في ترنيمة رح نسمعها بنعمة الرب مع الأخ أيمن كفروني بدون موسيقى، لما كان معنا على السكايب ببرنامج من فترة. وليش اخترناها؟ لأنه مناسبة لموضوعنا، ميت أنا يا ناس وانتو شهود علي، برنما الأخ أيمن كفروني. تفضل حضرة المخرج ورب يباركك. ميت أنا يا ناس وانتو شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. لو شفتوا في حياة أو للفرح علامات، أو دي من اللي مات عني وحمل الخطيه. ما كان حب كلام، حمل ظلم وألام، وبالقبر اندفن وقام وعطاني حياة أبدية. يسوع 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 ابن الله هو اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. يا نفسي افتكري وما تنسي إنه العالم شايفنا، حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. يا نفسي افتكري وما تنسي إنه العالم شايفنا،
حتى الكلمة اللي منحكيها محسوبة وبتكلفنا. نحن النور بقلب الظلمة والملح بعالم بلا طعم. اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي ونسلك بالأعمال الحلوة وتملى الدنيا شهادتنا. نحن النور بقلب الظلمة والملح بعالم بلا طعم. اوعى نخسر طعمتنا، خلي النور اللي فينا يضوي ونسلك بالأعمال الحلوة وتملى الدنيا شهادتنا. صوته صارخ بالبر ننده لأسرى العبودية، تعودوا معنا الحرية وشوفوا مصدر قوتنا. لو شفتوا في حياة أول الفرح علامات، أودي من اللي مات عني وحمل الخطية. ما كان حب كلام، حمل ظلم وألام، وبالقبر اندفن وقام وعطاني حياة أبدية. يسوع 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 ابن الله هو اللي عايش فيه. ميت أنا يا ناس وإنتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس يسوع عايش فيه. أحبائي من جديد ورحب بكم، أنتم معنا بث مباشر من سيدني أستراليا أحبائي ببرنامج أكثر من رأي. حلقة هذا الأسبوع كما أعلننا في البداية: لك اسم أنك حي وأنت ميت. مأخوذ هذه العبارة من سفر الرؤيا الإصحاح الثالث، وطبعا كان كلام الرب لراعي الكنيسة اللي طبعا له دور كبير في القيادة، لكن كان حياته يبدو أنه أعماله لم تكن كاملة أمام الله كما يقول له الرب يسوع. أحبائي بحب أسمع تعليقاتكم، أرقام الهاتف تظهر على الشاشة في الأسفل، وبحب أسمع فعلا رأيكم بهذا الشأن. يعني هل أخذت حياة من الرب؟ هل مقتنع أنه الإنسان ميت بالذنوب والخطايا إذا ما بيقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياته؟ لأنه لا حياة لنا إلا في المسيح، لي الحياة هي المسيح، فبالنتيجة يعني الحياة في المسيح ولنا الحياة من المسيح. فمن أجل ذلك الرب يعطينا نعمة أن نستفيد من هذه الحلقة، لأنه الرب يقول له لك اسم أنك حي وأنت ميت. لكن هذا الشخص يعني ظاهريا أو بحسب مفهوم الكتاب أنه أخذ من عند الرب، أخذ بركة وأخذ حياة، لكن لم يعيش بحسب المستوى المطلوب. وصلاتي إلى الرب أنه مثل ما عم نتكلم مع أحبائنا وضيوفنا بالاستوديو، أنه نستفيد كمؤمنين، مش ناخد الحياة الأبدية من المسيح على أساس نعمة الله ونعيش على كيفنا ونعيش بعالم. وخاصة في الأيام يا أحبة بتشوف بعض أهل الإيمان ابتدوا يتراخوا وابتدوا يصيروا مشابهين صورة العالم، والإنجيل بيقلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فالرب يعطينا نعمة باسم الرب يسوع، نحن في العالم لكن لسنا من العالم، يجب أن نعيش حياة مركزة، حياة مقدسة حتى ما يأثر فينا العالم. المؤمنين عايشين بأجواء عالمية بشكل مخيف، وكل واحد منهم كأنه يعني مش إنه المؤمنين كلهم، بعض، وكل واحد عم بيحاول يقنع الثاني إنه it's alright، ما فيها شيء. لا، الرب يريدك إنك يكون لك اسم حي وتكون أنت عايش حياة حقيقية. أخ عوني إحنا قطعنا الحديث حتى ناخد فاصل سريع، لكن بنحب نكمل في موضوع اللي كنا عم نتكلم عنه، الثقب الذي في الحائط. شيوخ إسرائيل عم بيسبحوا وبيبخروا الدبابات والزحفات، لكن في الخفاء، إشارة على أنهم يعبدون آلهة لم يكن هو الرب طبعا في الصورة. وهذه صورة للناس اللي ظاهريا من برا بيشوفوهم الناس حلوين، لكن من جوا في أسرار دفينة وخطيرة. تفضل. يعني دي صورة مش بعيدة. احنا بنشوفها مثلا في هارون لما موسى طلع على الجبل. لما نزل موسى من الجبل لقى ايه هارون والشعب كانوا بيعملوا ايه؟ بيعبدوا العجل. العجل. الانسان اللي اول ما يبتعد عن الله عدو الخير ياخده على طول. وعدو الخير طبعا مش هيعمل معاه غير ان هو يبعد افكاره كلها عن شخص الرب. وعشان كده يعني مهم جدا ان الانسان يكون صاحي. يمكن الجزء اللي قلت سيد جون ان انا لازم اخلي بالي من حياتي ولازم اسهر عليها، ده مطلوب، بس لازم برضو احط نقطة مهمة جدا، مش انا اللي سهران على حياتي،
لا لازم افحص نفسي باستمرار. افحص طبعا ده شيء، لكن لازم يكون ثقتي يعني الرب اللي هو خلصني، انا ما خلصتش نفسي لكن الحماية. الرب هو اللي خلصني، هو اللي كمان اللي يخليني امشي في الطريق المظبوط. عشان كده الرب قال يعني الكلمات دي: مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحه قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. يبقى اذا الانسان علشان اعيش الحياه الحلوه مع الرب، عشان تكون كل الامور اللي تطلع مني تمجد الرب، لازم اكون قاعد جنب الرب. نعم. ابعد عن الرب هيطلع مني زي ما الاسيس نبيل قال، هتطلع مني الريحه الوحشه. لكن طول ما انا قاعد جنب الرب هتشوف العطر اللي يطلع مني. عشان كده دايما لما بنشوف الانسان يعني شخص قديس دايما بيقعد مع الرب، دايما في حياه الصلاه في الشركه مع الرب، تحب تقعد معاه. ليه؟ لان قعدته حلوه. لكن هات انسان بعيد تستاء من القعده والكلمات اللي بيعملها. عشان كده لما بيقول هنا: لانهم يقولون الرب لا يرانا، مع ان لو رجعوا المزمور 139 ما فيش حاجه اسمها الرب لا يرانا، ده ليس كلمه في لساني الا وانت يا رب عرفتها. انا هروح منك فين؟ لكن هنا لان الانسان في غباء يقول الرب لا يرانا، لكن الرب بيشوفني. وعشان كده مهم جدا للمؤمن، يعني طبعا الكلام ده يعني بيخص المؤمن اكتر، يعني يقول في مزمور 16: بالليل تنذرني كلياتي. يعني ايه بالليل تنذرني كلياتي؟ يعني لما اجي بالليل، الكليه دي عباره عن زي المصفى بتصفي، فانا لازم كل يوم بالليل وانا قاعد قدام الرب وبعمل حساباتي مع الرب اصفي الحسابات بتاعتي. لو ما حصلش التصفيه دي، السموم زي ما عارفين السموم تتراكم تتراكم، وتبتدي حياه المؤمن تبقى مشابهه لحياه اهل العالم. اشكرك جدا. عندك تعليق سريع؟ يعني لا مش شايفك عم تهز براسك وفي شيء. تفضل. كلام رائع يعني، ربنا يباركك يا خاوي. طبعا هو الرب يعني الاستراتيجيه بتاعته ان اداني انا مسؤوليه السهر، قال انت اسهر وانت صلي وانت اصحى. يس. لكن في نفس الوقت الفعاليه بتاعه قوه الحمايه هي موجوده منه هو وليه هو. عشان كده بيقول انه الناس اللي معاك، الاسماء القليله اللي معاك دول، نرجع لو رجعنا للرؤيه 3 في خطاب الرب مع راعي الكنيسه، قال له الناس اللي معاك دول لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي. يعني المشي مع الرب زي ما قال كده اخونا الفاضل، المشي مع الرب، القعده مع الرب، السلوك قريبا من الرب، ده بالظبط عايش في جو الحمايه، عايش في جو الحصانه الإلهية. يعني هل الفكرة كلمة البيض. هل فكرة لا قطعتك سوري، لأنه كلمة فسيمشون معي ده في المستقبل، مش أنه فإنهم يمشون. فإنه الفكرة هي أنه هم ماشيين أوريدي بسلوكهم ومقتنعين فيها، لكن يبدو أنه في بركة كمان تنتظرهم بأنهم يكونون مع الرب. بس لأنهم لم ينجسوا ثيابهم، عايشين حياة ماشيين في المضارع وكمان في المستقبل هيستمروا. نعم. يمشون معي يعني دلوقتي، وفي بركة أعظم أنه يكون مع الرب. بالظبط. نعم. وده هياخدنا النقطة، مش عارف إذا نعرج عليها دلوقتي أو بعدين، إنه الموضوع أوله وآخره هو بقوة وفعالية ومسحة الروح القدس. نعم. يعني الموضوع مش جهد ذاتي، مش افتعال، مش بتصنع شيء، مش بحاول أنا أبذل مجهود إن أنا أقدس نفسي وأبرر نفسي وأطلع حياة من نفسي. أنا الجسد زي ما قال بولس كده في رومية 6 و7، طلع حاجات مزعجة جدا، يعني حاجات مزرية بتطلع من الجسد. وقعد كده بص على نفسه وقال ليس أنا عارف كده أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيئا صالح، أو يعني كأنه الدنيا خربانة من جوه، الجسد طالع منه روح تموت. فعشان كده يعني حلل الحالة ولقى أنه الجسد مش ممكن يطلع منه حياة. فأنا أخذت حياة من المسيح بالروح القدس، والروح الله القدوس اسمه روح الحياة في المسيح يسوع، الروح المحيي، ده اللي اداني حياة وده اللي ضمن لي انه استمر في حياة متقدمة، حياة نامية في علاقتي وفي عشرتي مع المسيح، واستمد الحياة من رئيس الحياة شخص المسيح نفسه اللي كل المجد. قال
أنا حي وأنتم ستحيون. قال عنه بولس كده في 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 أعمال 17 إنه به نحيا ونتحرك ونوجد. الكتاب سماه رئيس الحياة، منه مخارج الحياة. يعني إذن عايز عايش حياة بجد، أخد حياة من مصدر الحياة. مش هفتح الحياة من جسدي اللي هو ما بيطلعش مني غير موت. إزاي أخدها؟ من شخص المسيح بالروح القدس اللي أسكنه فيه. إذن عشرتي المستمرة مع الرب ونهلي على كلمته، أنا بدي مجال للروح القدس أنه يغذي يقوي يشدد، ينفخ فيه نسمات حياة جديدة كل يوم كل يوم كل يوم، كل لحظة من كل يوم، كل نسمة في حياتي هتسبح الرب، لأن الروح القدس اللي نفخ فيه نسمة حياة مش بس لجسدي لكن لروحي، ضمن لي أنه أفضل أتنفس معاه نسمات حياة كل يوم. أخرج زي ما قال أخوي الحبيب كده، أخرج في الشهيق في الزفير، أخرج أعمال الجسد وأخذ المسؤولية عن الموضوع ده بإني أعرض نفسي للروح القدس، أخذ زفير، أخرج، أدي مجال أنه يصفي وأتنشق منه بالروح القدس كده شهيق حياة. أخرج زفير موت، أخذ شهيق حياة. يعني الجلوس أمام الرب أمر لابد منه، وعلينا أن يكون فعلا هذا الأمر يعني نقوم به يوميا حتى يكون في عنا فعلا يعني استمرارية لسماع صوت الرب، لأن ضجيج الحياة مش ممكن يسمح لي أني اسمع صوت الرب. أيه. طيب خليني أخذ مكالمة من فضلك معنا. معنا مكالمة أحبائي، حضرة المخرج معنا مكالمة. طيب عم بيقول المخرج أنه وقعت المكالمة. طيب أشكرك جدا. طيب من فضلك الأسيس فاي اتصل فينا. أسيس فاي من فضلك فيك من فضلك تعيد الاتصال بنا، سوري لو نتأخرنا قليلا عليك حتى نتابع الموضوع. طيب أنا رح ضل تقريبا بالذات فكرة أنه لك اسم أنك حي، يعني الفكرة كلها بدي استفيد منها أنه مش كل الناس الأسماء هم مكتوبة في سفر الحياة. يعني هلأ العالم حاليا تقريبا رح يصير 7 مليارات، لكن مش كل الناس يعني كما يبدو باعترافاتهم بعقائدهم لهم حياة أو اسمهم مكتوب في سفر حياة الخروف، اللي هو خروف أي بمعنى المسيح الذي ذبح لأجلنا، أو مثل ما بقول كده المقدس بسفر رؤيا 20 أنه فتحت أصفار وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحارة النار والكبريت. فهذا الاسم لازم ينكتب بسفر الحياة. هل أنا بمسكه القلم وبكتبه إذا جاز تعبير، أو الرب بيكتب لي إياه على أساس معين؟ هل هناك شروط؟ ما هي الأمور اللي بتسمح لي أني استفيد من أنه أنا اسمي يكون مكتوب في سفر الحياة؟ يعني الكتاب واضح كل الوضوح. نعم. اللي آمن بشخص الرب يسوع المسيح، نعم، اسمه يتكتب في سفر ليه حياة أبدية. نعم. معنى كلمة ليه حياة أبدية يعني اتكتب اسمه في سفر الحياة. إمتى اتكتب اسمه بقى في سفر الحياة؟ دي مش عايزين ندخل في التفاصيل كتيرة، لكن أول ما تيجي وتتقابل مع شخص الرب يسوع المسيح هتحس إن اسمك اتكتب، لكن بعد ما هتيجي وتتمتع بيها هتعرف إن اسمك ده كان مكتوب قبل ما توجد، قبل تأسيس العالم، من قبل تأسيس العالم. نعم. وطبعا دي حاجة بتفرح المؤمن. نعم. يعني بتفرح المؤمن إن أنا فكر الله. يعني لكن هل دي بتبعد مسؤولية الإنسان؟ لا طبعا، الاثنين ماشيين مع خطين متوازيين. الله يريد دائما، الله يريد أن جميع الناس يخلصون، بس هل أنا أريد؟ عشان كده الرب قال مددت يدي وليس من يبالي، فالرب بيقدم، فأنا أقبل هذه العطية منه هعرف أن أنا اسمي مكتوب في سفر الحياة. طيب أنا أشكرك جدا. منتابع الحديث تقريبا بعد على حول موضوع سفر الحياة والأسماء ولما تلاميذ رجعوا إلى المسيح وقالوا لا تفرحوا، خلينا نحكي فيها بالأوضح شوي. بس معنا الأسيس فايق، أهلا وسهلا فيك من جديد أسيس فايق. أهلا يا أسيس جون، تحية لي كل الأحباء الضيوف. الرب يبارك. أنا أسف لأنه قطع، يمكن حضرتك قطعت الخط، يمكن بتصور مش هيك؟ انا مش عارف الخط قطع غالبا، ما اعرفش منين. طيب المهم I missed جزء من حديثكم لان التلفزيون واطي وطبعا I missed the light. المهم تعليق سريع أسيس جون، تفضل. لو في عدد 3 بيقول له ان لم تسهر اقدم عليك كلص. نعم. اقدم عليك كلص ولا تعلم اي ساعه اقدم عليك. نعم.
ولو رحنا لتسالونيكي الاولى اصحاح 5 بنعرف من تسالونيكي الاولى اصحاح 5 ان مجيء الرب كنص ده مش للمؤمنين. نعم. للاشرار. نعم. لانه يوم الرب كنص، يوم الرب ده اليوم المتقد كالتنور. نعم. اما انتم ايها الاخوه فلستم في ظلم حتى يدرككم ذلك اليوم. نعم. كنص. دي نقطه. الحاجة الثانية بيقول له في عدد 5 في سفر الرؤيا، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء ولن أمحو اسمه من سفر الحياة. نعم. ده معروف برضه عن المؤمنين، لأن المؤمن الحقيقي لن يمحى اسمه في سفر الحياة. ده حاجة واضحة في الكتاب المقدس. نعم. ده عن المؤمنين. بالإضافة إلى الفكرة اللي قالها إيرلير قبل كده الأخ عوني، لك اسم أنك حي وأنت ميت. في رسالة أفسس إصحاح 2 كنتم أموات بالذنوب والخطايا. فالأشرار هم الذين يوصفون بالأموات. لا. مش المؤمنين. لا. فمن هنا نعرف أن الرب بيكلم مؤمنين وغير مؤمنين. ملاك الكنيسة بينوب عن الكنيسة هنا، أو راعي الكنيسة بينوب عن الكنيسة، فالكنيسة دي فيها مؤمنين وغير مؤمنين. نعم. ومين يعلم زي ما كنت بتعلقه من شوية، مجايز هو نفسه ملك الكنيسة نفسه وراعي الكنيسة نفسه مش مؤمن، ما نعرفش هل هو كان مؤمن ولا مش مؤمن، احتمال كان مؤمن واحتمال لا. لكن هنا الرب بيكلم الكنيسة ككل فيها مؤمنين وفيها مش مؤمنين. نعم. الذي له اسم لك اسم أنك حي. نعم. وانت ميت. اوكي طيب اخ اسيس فايق في الكنائس، اسيس فايق مدامك دخلت على هذا الموضوع لان هو موضوع شويه شائك، بس خلينا نستفيد من تعليقك ايضا. ما هي الفكره انه يقول له الرب او الوحي المقدس يقول انه المسيح حامل السبعه الكواكب، وكان تفسير سبعه كواكب انه هذول السبعه الرعاه اللي هم سبعه رعاه الكنائس. هل المسيح بيحمل رعاه غير مخلصين؟ يعني اسمهم مش مكتوب في سفر الحياة، هل بيحملهم وبيهتم فيهم وبيحافظ عليهم؟ ويعني هذا سؤال شوي يمكن صعب. وما هو المقصود من كلمة أنه أذكر كيف أخذت أنك أخذت؟ فهل نحن كمؤمنين من آمن أنه المؤمن ممكن يخسر خلاصه؟ فهو بسرعة من فضلك. أوكي، من جهة أن المسيح حامل السبعة الكواكب. نعم. ممكن يكون الملاك كان مؤمن ممكن، لكن أنا بتكلم على الكنيسة ككل. الكنيسة ككل فيها، لأنه هو مش بيمثل نفسه، يمثل الكنيسة ككل. فإذا أسيس أفاي الراعي ده اللي عم يحكي معاه الرب مخلص، نقدر نقول أنه مخلص لأنه محمول بيد المسيح. ممكن. لا ما هو مش ممكن. ما هو السؤال اللي بدي اعرفه انه يا انه حامله المسيح او مش حامله، ونحن بنعرف انه المسيح حامل الخراف اللي الخروف الضال حمله على منكبيه، الرعاه حملهم على منكبيه وبايده كرعاه حتى يشددهم ويحميهم. فالموضوع شويه يعني شائك، بس هو انا بقتنع انه هو ده انسان مخلص اخذ من الرب لكنه محتاج لتنبيه، وبذات الوقت كونه عم بيقول له الرب اقدم عليك كلص. ليش يقدم عليك كلص مع انه الاشرار هذا الامر بيطالهم؟ لانه المؤمن النايم رح يتفاجئ بمجيء الرب، بس هو مؤمن مخلص بس ضعيف. ليش بيقول له بالرساله بيقول له استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح؟ فاذا في مؤمنين رح يفاجئهم شويه اليوم كانه مش جاهزين. نعم. المؤمن الضعيف برضو لا الكلام واضح في تسالونيك الأولى أصح 5. نعم. إن يوم الرب كلص ده بالنسبة لغير المؤمنين. نعم. مش للمؤمنين. حتى المؤمن الضعيف سيخلص ولكن كما بنعرف. أمين. لكنه سيخلص. لا أنا متفق معك حضرة الأسيس 100% اللي عم نقوله نحن أنه الأشرار رح يفاجئهم اليوم تماما، بس ما بتوافق معي أنه في ممكن مؤمن ضعيف جدا وحتى أنه يعني رح يعني الرب بده إياه يعني موته وأخذوا لعنده حتى ما يبقى في الحياة. لو أنه جاء الرب في ذلك الزمان كان حيتفاجأ حتى هو نفسه في مجيء الرب. يا أسيس جون أنا بقول إن الكلام
غير المؤمنين، مش للمؤمنين. طيب طيب انا موافق معك انه انه يعني هو بيمثل الكنيسه ككل، والكنيسه بتحوي دول ودول. امين. لا انا موافق معك، الكنيسه تحوي. الفكره اللي انا بقولها. نعم نعم انا موافق معك اخونا الحبيب انه الكنيسه تحوي من مؤمنين وغير مؤمنين، مؤمنين ظاهريا وفي مؤمنين حقيقيين، انا موافق معك، بس انا عم بحكي انه ممكن مثلا واحد يكون مؤمن مخلص بس مش يعني ضعيف، ضعيف كثير وملتهي بالحياه. يعني في مؤمنين ضعفاء، لكن هنا بيتكلم اللي انا عايز اقوله لك اسم انا كحي وانت ميت، الميت ده الخاطي. نعم. الذي يفاجئهم يوم الرب كلص الخاطي. طيب طيب كمان الذي يمحى اسمه، مش المؤمن لن يمحى اسمه من سفر الحياه. نعم عايز بسرعه. نعم امين. هنا بيتكلم مؤمنين وغير مؤمنين. طيب نقطه حلوه، الرب يباركك لاجل مداخلي واشكرك جدا ونحب نشوفك بنعمة الرب فيما بعد. الرب يباركك. تعقيب سريع، نص دقيقة بس على الكلمة اللي قالها الأسيس فايق. ربنا يباركك، شكرا لمداخلتك الحلوة أسيس فايق. بس قد يجوز أنه إني أقدم عليك كلص لا تعلم أي ساعة أقدم عليك، مش بالضروره هنا بمجيء الرب النهائي، بنتكلم عن مجيء الرب الثاني، بنتكلم هنا ان انا هاجي عليك للتقديم لدينونه او لتقديم، للتقديم بمعنى مش لقضاء الدينونه، بمعنى للتقديم بالضبط. نعم. يعني ما قالش الرب سآتي، قال اقدم عليك، يعني انا جاي ليك انت بالذات. نعم. لمشروع تقديم. ودي نقطه يعني مقابله يعني للعقل اكثر كفكره من بنعمه الرب يسوع. طيب اسمحوا لي من فضلكم اخذ الاخ اندرو. فضل. اخ اندرو اهلا وسهلا بك من جديد. اهلا بك حضرتك لسيسه، الرب يباركك. ضيوفك المباركين. اهلا اخ اندرو، ربنا يباركك. لاجل الموضوع الشيق والممتع اللي الرب بيستخدمك فيه النهارده في الحلقه. والرب يباركك على برنامجك اللي كان قبلينا بشويه، فطبعا انا ما قدرتش احضر منه الا يمكن كم دقيقه لانه كنا مش في الاستوديو، لكن الرب يباركك ويستخدم كل اتعابك باسم الرب يسوع لخلاص النفوس ومجد الرب ايضا. اخ اندرو، طبعا نحن الموضوع يعني متشعب قليلا، فبتحب تبتدئ من نقطه معينه، انا مش راح اقحمك في موضوع معين مباشره الا تدريجيا، فبتحب تبتدئ بنقطه معينه من فضلك؟ اول حاجه انا بشارك حضرت الاسيس في الفكره الاخيره، انه المقصود من التعبير فان لم تسهر اقدم عليك قلص، او اقدم عليك قلص ولا تعلم اي ساعه. انا ما بشوفش في الايه دي انه هنا الرب بيعامل هذا الشخص او ملاك الكنيسه او الراعي بصوره الخاطي، وقدر ما بشوفها رساله تحذيريه بمحبه، بمعنى اتيان خاص لهذا الشخص وليس الاتيان الخاص للخطاه. يعني عشان نقدر نحط الامور المفاهيم الروحيه في وضعها الصحيح حسب ضوء كلمه ربنا، حسب اللي بنتعلمه في كلمه ربنا. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه للاسف حاله الاسيس، الكنائس امتلأت بحاله سردس، امتلأت بناس تعيش مجرد حاله مسيحيه اسميه او حاله مسيحيه، يعني بدون حاله روحيه حقيقيه او بدون تبعيه من القلب. وده الحال للأسف صار فيه كتير جدا الأمور، واختلطت الأمور في الوقت الحالي اللي احنا بنعيش فيه. نحن نحتاج إلى ناس ناضجين في الحياة الروحية، عندهم وعي وإدراك للحياة الروحية، عندهم تحمل، عندهم استيعاب للتكليف اللي الرب وضعه علينا، أكتر من ناس مجرد إن هي رايحة وتتردد على الكنائس، ومجرد فقط إنها يدعى على اسمها اسم المسيح، او مجرد انها صلت في وقت معين في وقت نور مطفي او حسب دعوة خادم، لكن لم تعيش الحياة الروحية بحسب المكتوب وبحسب الكتاب المقدس. اشكرك جدا. طيب من فضلك تبقى معنا قليلا حتى نضل نتواصل معك بالنسبه للحوار، وارجو انك تقرب قليلا على الميكروفون لانه مش عم بسمع بكل وضوح من فضلك تعليقك انا شخصيا، فارجو انك يعني تقترب قليلا من الميكروفون. اسيس نبيل، كنا عم نتكلم نحن عن موضوع سفر الحياه، طبعا جزمنا الفكر العام، يعني يمكن طبعا برنامج اكثر من راي هو اكثر من راي، لكن احنا بنحاول كمؤمنين مع بعضنا بالمحبه. طبعا احنا لما المؤمنين ما بيتفقوا على نقطه معينه ما بيجيبوا كلاشينكوف وبيزلوا بعضهم ضرب، بنقبل بعضنا في المحبه. يعني طبعا يعني ما فيش حساسيات، نشكر الرب، يعني رب علمنا انه كل امورنا بتصير في المحبه. ايوه. يعني انا زي ما تقول مش متشنج لفكره معينه اذا مش واضحه لي، وما عنديش مشكله. انا بعرف انه رب احبني، خلصني بنعمته بدم المسيح، مات لي
لأجلي غفر خطاياي قبلته إلى ما نشكر رب يسوع. في أشياء كثيرة عسيرة الفهم، والرب بكرة بيوضح لنا كل الأمور بالسماء. أيه. نشكر رب يسوع. فنحن تقريبا الكتاب علمنا أنه في شيء اسمه أنه اسم المؤمن مكتوب بسفر الحياة، وحكينا نحن مع الأخ عوني في الموضوع ده، بس حابب أنا وسعه قليلا. لما رجعوا التلاميذ لعند المسيح وقالوا له يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، فرحانين انه الشياطين بيقول له اخرج منه باسم المسيح، بيخرج الروح الردي. فهو قال له الرب لا تفرحوا ان الارواح تخضع لكم، بل بالحري افرحوا ان اسماءكم كتبت في السماوات. ده امر يعني رائع جدا. وبدي احاول يعني اذكر احبائنا اللي عم بيشوفونا انه ممكن يكون اسمه مش مكتوب، وهو مقتنع بعقيدته بفكره، ومع احترامي ليه هو خاسر وسيدان. كل أتعابه، كل اللي عم يفكر فيه، كل اللي عم يسعى عليه مش رح يطلع على السماء. مش لأنه نحن متشنجين أو متعصبين. تفضل من فضلك. يعني أفتكر أشار للموضوع ده أخونا الحبيب عوني بأنه موضوع نوال الحياة الأبدية، الحياة الجديدة في المسيح يسوع، ده أمر صعب جدا لكنه سهل جدا. صعب جدا لأنه أنا ما أقدرش أفتعله، ما أقدرش مهما عملت هنا على الأرض من أعمال ومن صلاح ومن تقوى ومن ممارسات وطقوس، مهما عملت فكلها دي أعمال جوفاء، خرق بالية. الموضوع بيتأتى، الحياة الجديدة بتيجي من فم الرب يسوع المسيح لما قال الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله، مش يمكن، مش يجوز، مش احتمال، مش يمكن، إن شاء الله أو بلكي أو بركي، فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل. قد التحقيق هنا انتقل، لما بتدخل على فعل الماضي بتدي فعل تحقيق. قد انتقل من الموت إلى الحياة. النقلة الروحية دي اللي قال عنها الرب في يوحنا 5 طبعا بفم الطاهر، دي هدية جت بسبب توبتي ورجوع للرب واعترافي بخطاياي. قلت له يا رب تعال املك علي، تعال غيرني، تعال نظفني، تعال غسلني بدمك الطاهر اللي سفكته على الصليب، تعال اسكن فيا بالروح القدس. من اللحظه دي وصاعد انا بتيقن ان انا نلت حياه جديده، بمعنى اسمي كان اسمي مكتوب في سفر الحياه. وزي ما قال اخونا التعليق الحلو ده، بكتشف انه الموضوع كان من قبل تاسيس العالم، انه دي مش الفكره دي ما كانتش وليده الساعه، وانه ده اتوز ا جود ايديا ان انا اسلم حياتي للرب. ده الرب اتاريه شغال على حياتي وشغال على قلبي وبيدق على باب قلبي، مش بس قبل ما تولد من بطن امي، ده من قبل ما امي تتولد وابويا وادم وحواء والخليقه كلها وانا في فكره، اختارنا فيه، في اختارنا في المسيح من قبل تاسيس العالم. دي بتديني ضمان انه انا طالما الموضوع يعني شغل الرب قد كده، انا مهم عند الرب قد كده، وحطني في ذهنه واشتغل علي عشان يجيبني بنعمته ويكتب اسمي في سفر الحياة، هل بعد كده هعمل اي حاجة كبيرة او صغيرة هتخليه يمسك استيكة ربر محاية ويروح يمسح، وبعد شوية اعمل حاجة كويسة يروح يكتب، وبعد شوية اروح وقف خطية يروح يمحي؟ هي لعبة؟ امحي اكتب اكتب امحي امحي اكتب. الموضوع مش لعبة. عطايا الله هي بلا ندامة. رب اداني حياة. لا لا، الموضوع متعلق. أيوة. قبلت المسيح اخذت الحياة. بالضبط. لي يعني من له الابن له الحياة. نعم. من ليس له الاب ليس له حياة، بل ايه؟ يمكث عليه غضب. يمكث عليه غضب الله. يعني الموضوع اذا واضح وضوح الشمس، ان ثقتي الكاملة المطلقة في شخص الرب يسوع المسيح وفدائه واشتراءه ليا بدمه الكريم، هو ده this is my only hope، هو ده رجائي الوحيد. وطالما انا لبيت دعوته وجيت ورب رحمني وغسلني ونقاني وسكن فيا بروح القدوس واكد لي ان اسمي اتكتب في سفر الحياه، الموضوع ما عادش بقى انا قاعد كل ليله كل ما يجي في الليل يا ترى اخر حاجه عملتها ايه، يا ترى هل الرب كان راضي عليا، واذا ما كانش راضي عليا هيمحي اسمي، يا ترى طب هصحى الصبح هبتدي اعمل ايه، وبكره بالليل بقى مش عارف، وبعد الموضوع ايه يعني الموضوع مش كده. انا كنت شقي انا وصغير، وكنت اعمل كتير هيك يعني شقاوات وخطايا، فبس طبعا انا على قد عقلي كنت فكر انه اخر الليل
بقول له يا رب ارحمني واغفر لي خطاياي وبرجع تاني يوم ببتدي من جديد يلا. فاحيانا شو بعمل؟ اليوم انا كم خطيه عملت؟ اوكي مش كتار يعني، مع انه الانجيل بيقول اجره الخطيه الوحده هي موت، موت ابدي طبعا يعني. طبعا اشكرك. طب بتحب يعني افتكر يعني عايز اطمن نفسي واطمن المشاهد واطمن كل الناس اللي هم قلقانين اللي ركزين يقين حياتهم الابديه على اعمالهم وعلى الترمومتر بتاع حياتهم. انسى الترمومتر ده، الترمومتر ده عشان يكون حافز ليك انك انت تعيش حياة القداسة، مش عشان خلي بالك هتخسر حياتك الابدية، خلي بالك اسمك هيتمحي. يا حبيبي عطايا الله هي بندامة، بلا ندامة. الرب ادالك الحياة مش هيرجع يندم عليها بعد، ادالك الهدية مش هيرجع يقولك لا انت ما كنتش تستحق، انسى فورجيت اباوت ات، هسحبها منك تاني. عطايا. اشكرك جدا. طيب وبسرعة ما دام هو فيما الاسيس عم يتكلم، عم فكر انا انه طيب احبائنا اللي عم يسمعوا في ناس ما بتعرفوا كيف ممكن ينالوا الحياة. يعني هلا في ناس كتير مثلا عم يسمعوا كلام حلو حلو نشكر الرب. طب ازاي انا ممكن نال الحياه؟ باي ايمان انا ماشي فيه، باي عقيده انا ماشي فيها، ارسي على اي بر، ام انه ما فيش خلاص الا بشخص محدد، ومش لانه نحن عم نخترع او عم نتشنج او من تعصب. في مجال نشرح لاحبائنا قديش الحاجه الماسه، لانه اذا رفضوا فهناك دينونه حقيقيه. تفضل. يعني طبعا الكتاب واضح، ليس باحد غيره غير المسيح. غير المسيح. فأي نوع من الديانات التانية اللي تقولك في خلاص، لا ما فيش خلاص، هو طريق واحد ما فيش غيره. الطريق الواحد اللي هو ايه؟ طريق المسيح. يعني ايه طريق المسيح؟ يعني الرب جه واتصلب ومات ودفن وقام وانا قمت معاه. وبالنسبة لجزء حكاية ان انا الرب ياخد مني العطية اللي ادهاني زي ما سمعنا، مش ممكن. هات خد. لا ده دي بالظبط. يعني انا افكر فيها، انا ابني دلوقتي لما يجي يعمل حاجة وحشة بكرة اقول له انت مش ابني؟ ما مش هينفع. حتى لو عمل اي حاجة مش هيبقى الابن ابن خلاص. فانا يوم ما قابلت الرب انا اصبحت ابني. ليه؟ كوني ابن بقى انا مشيت كده في تأديب ليا. عشان كده انا لو ما تأدبتش في حياتي فانتم نغول لا بنون، لكن الرب هيأدب مين؟ هيأدب الابن. فعشان كده انا ساعات كتيرة بحس ان يد الرب تأدب يعني ورايا. انا اشكر الله ليه؟ لان انا احس ان انا ابن، لكن لو انا مش ابن ما كانش الرب طيب لما بتقول حضرتك انه انا قابلت الرب، شو يعني انا قبلت؟ يعني انا موافق انه يسوع المسيح له المجد، اوكي هو الرب قبلته انه يعني كده يعني خلاص، يعني خلاص قبلته ولا في امور عمليه؟ نعم. القبول هو سكنه. نعم. سكنه الروح القدس في القلب. نعم. فكون ان الروح القدس يسكن في قلبي هو ده التغيير، مش التغيير ان انا شفت حياتي اتغيرت. يعني النهارده بسرق بكره مش بسرق، النهارده كنت بشتم بكره مش بشتم، النهارده كنت بعمل حاجات وحشه. لا ده مش هو التغيير. التغيير هو قبول شخص المسيح في القلب. يعني ايه قبول شخص المسيح في القلب؟ وندامة وتوبة عن جميع الخطايا. طبعا انا ماشي في اتجاه وقرار انه سلوك تام للنهاية مع الرب. يعني انا باجي للرب النهاردة، بكرة انا معرفش ايه اللي بيحصل، لكن بكرة اللي هيقودني فيه الروح القدس اللي ساكن فيا. انا المسؤولية بقى بتاعتي عليها مسؤولية كبيرة مش مسؤولية صغيرة. المسؤولية بتاعتي ان انا امسك بقى في الرب زي الطفل الصغير. هو بيعدي الشارع بيمسك فين؟ ابوه وامه. انا برضو علي ان انا اعمل كده. انا اخدت حياة، لابد ان الحياة دي تتغذى. اغذيها ازاي؟ اغذيها بكلمة الله، الشركة مع القديسين، اسمع صوت الله في الصلاة. هبعد عن الحاجات دي هضعف، لكن عشان اعرف ان انا اخدت حياة. اي شخص زي الطفل المولود جديد يبقى اشتهى اللبن، عايز لبن عشان يعمل ايه؟ عشان ينمو بيه. والمؤمن برضو كده اللي اخد حياه يحس ان هو محتاج لغذاء، الغذاء ده هيلاقيه في كلمه الله. اشكرك جدا. معنا مكالمه من مصر وبعدين نتابع مع الاخ اندرو من فضلكم. معنا مكالمه. اهلا وسهلا الاخ ابو جون. ايوه قسيس جون. اهلا اهلا بيك، ربي يبارك. الو قسيس جون. ايوه نعم تفضل. سلام يا سلام. اهلا سلام الرب معك. سلام ليكم. سلام الاخوه اللي معك.
اهلا بيك. الرب يبارك فيك. عن اختبار شخصي في حياتي. اتفضل. الانسان اللي بيقبل الرب يسوع. الو. نعم عم بسمع من فضلك. اتفضل. سامعيني ولا بجد؟ لا انا سامعك. أيوة. كويس. ايوه بكلمك عن اختبار شخصي. انا لما اتقابلت مع الرب يسوع اتغيرت 180 درجه. كانت صورتي واضحه قدام الناس ومع نفسي، وكانت بيجي اشواق للصلاه، اشواق لحضور الاجتماعات، اشواق للقعده مع الرب يسوع والتلذذ معاه. فدي شيء ما بيتنسيش. لكن في بعض احيان احنا بنضعف. في مزمور 88 بيقولوا ايه؟ اولاد تركوا شريعتي وتركوا معصيه، فاني بعصى ارد معصيتهم، لكن مراحمي لن انزعها منهم. فاحنا اسمنا مكتوب منقوش في سفر الدم في ايادي في كف الرب يسوع. فاحنا اولاد ورثه، صرنا ورث في الملكوت. صحيح. فاحنا عملنا الله بينجينا وبيخلينا نعيش معاه ونتلذذ معاه، وبندخل في مراحل تلذذ مع الرب في الشركه في الصلاه اللي هو مع الرب. ففي اختبارات ما نقدرش نغيرها، ما نجيش نقول في يوم حتى لو في كان في ضعفي مش هياخدنا، لكن ياخدنا بكل قوه. ولما بيكون في دايما اتصال وعشره مع الرب هيبقى الانسان بيطلع من خطوه لخطوه، من مجد لمجد، بيعيش للرب. واللي عيش للرب وخلي بالك بيبقى ميراثه مضمون مع الرب. يعني انا لما والدي كبر وجه تعب اخذ 7 سنين في المرض، كان ضعيف روحيا لكن الرب ما خدوش في ضعفه. في السبع سنين دي شده وشدني كمان معاه. كان يقول يا تعالى صلوا. فكان يبقى الله ما خدوش الا في القوه الروحيه. ابو جون اخي ابو جون، انا طبعا يعني اود ان اوافق بهذه النقطه معك، لكن هذه النقطه لانه القديس بولس بيتكلم الينا فيها بكورنثوس الاولى 11، بيقول من اجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء وكثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. ليش يرقدون؟ لانه لو كنا حكمنا على انفسنا انه نحن اخطانا وتصرفنا غلط لما حكم علينا. من اجل ذلك نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم، لانه نحن ما عليناش دينونه في الاخير. فلازم احيانا يصير في اشخاص عنيدين، لازم يصير عليهم حكم تاديب انه يسلموا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب، كما قال في كورنثوس الثاني الاصحاح الثاني، سوري كورنثوس الاولى 5 وكورنثوس الثاني الاصحاح الثاني رجع عدلها. تفضل. لكن موسى في يوحنا 7:14 حيث اكون انا تكونون انتم معي. يوحنا 14 قصدك. احنا بنصدقه من الرب. يوحنا 14 قصدك. 17. لا يوحنا 14 حيث أكون أنا في صلاه الرب الشفاعيه. سوري صلاه الشفاعيه هذيك بيكون اريد عم يصلي مع الاب، اريد ايها الاب ان الذين ان يكونوا معي. اوكي طيب امين امين طيب امين الرب يعطينا نعمه اخ ابو جون انه نكون فعلا حريصين. ونشكر رب من اجلك، انا كلمتك عجبتني كثير انه شجعتنا انه لما واحد بيتغير بيصير في عنده اشواق للصلاه، لقراءه الكلمه، لحضور الخدمات الروحيه، للقاء المؤمنين، الجلوس امام الرب. دي هيدي اللي بيقولها الكتاب. 180 امين امين امين. نقطه حلوه كثير. الرب يبارك ابو جون واشكرك لانه عم تتصل فينا من مصر، لانه طبعا الاتصال مكلف. ليا تلبه. سوري. لا مش مشكله، انا معايا مايك جاك. انا ليا تلبه. تفضل. من الاخوه الاحبه ان يسلم اجل لتلبه معينه. تفضل حبيبي. ان الرب يدينا ركب السجده. يا رب. ايوه. امين 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 امين. ان الرب يدينا ركب السجده وادخل مراحل التلذذ مع الرب. يا رب يا رب يسوع. امين. الرب يعطينا نعمه كلنا. الرب يبارك حبيبنا. الرب يباركك. اخ اندرو حبيبنا نحن اخذنا عليه قليلا. يعني انا طبعا عم حاول ان اتكلم عن موضوع لك اسم انك حي وانت ميت وما دخلتش فيها من بدايتها. بتحب تعطينا بعض التفاصيل في هذا الموضوع؟ لك اسم انك حي وانت ميت، يمكن عم نرجع قليلا للخلف بس لابد عندك فكر من هذا النوع، يعني على قلبك يمكن تحكي شيء من هذا النوع. طيب سمعتني اخ اندرو؟ طيب اوكي. نتواصل مع الأحبة أحبائي مع ضيوفنا في البرنامج لحد ما يكون الأخ أندرو قدر يسمعنا بنعمة الرب يسوع المسيح. أسيس نبيل، الكتاب طبعا بالتدرج بحسب كلام الرب لملاك كنيسة سيردس أي بمعنى الخادم بيقول له نقطة حلوة بالعدد الثاني، بيقول له كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله.
كن ساهر وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت. فعم بيقول له يعني كن ساهر، أي بمعنى مش أسهر مرة واحدة، مش أسهر، كن ساهرا استمرارية استمرارية. أسيس نبيل، نحن وحضرتك شايف ولابد يمكن عم تعاني أنت كراعي حضرتك، وكلنا يمكن عم نشوف بعض الأشياء. في ناس كتير من أهل الإيمان هلأ بدهم الإيمان، بس بتحس أنه ما بدهم يتكرسوا وما بدهم يحبوا يعيشوا حياة تقديس كامل، بدهم يعني زي ما تقول شوية هنا شوية هنا عالم. فما فيش سهر. ماذا نقول لأحبائنا اللي مش مستعدين يسهروا وبعدم السهر في خطر؟ يعني بولس الرسول حل الموضوع ده في رومية 8 بعد ما تكلم عن انه حياة عدم السهر هي بمثابة تغذية أعمال الجسد، يعني ملهاش تأويل تاني. تبعد عن مصدر الحياة، عن ملء الروح، روح القدس ليك باستمرار، انت بتعرض نفسك الى تغذية الجسد، عم تعطي فرصة للجسد. بالضبط، هو يعني هما الاثنين ما لهمش ثالث، جسد وروح، أرضيات سماويات، شهوات أرضية وشهوات مقدسة سماوية. فلما بالروح في رومية 8 بيقول إن كنتوا هتستمروا تغذوا أعمال الجسد، إن عشتم حسب الجسد، حسب الجسد ستموتون، ستموتون. نعم. لا محالة. لكن إن اديتوا فرصة للروح، إن سلكتم بالروح، الروح القدس مش بس روح، خلي روح الله يغذي روحك. أمين. ده هيكون بمثابة التشارج، إنجاز التعبير، تشارج إنك هتفضل عايش في أجواء السماويات. ورجع بعد كده كملها في آية 14 لما قال إن أبناء الله الذين ينقضون بروح الله هم أبناء الله. يعني الموضوع محتاج استمرارية ومواظبة وسهر وتعكف على ذلك، انه مش بس حدث واحد تعمله في وقت معين وتطمن انه هتفضل ماشي فيه. كن زي ما ذكرت حضرتك، كن ساهرا، كن في حالة السهر اليومي. بطرس بيقول لنا كلام خطير، خصمكم ابليس ده يقول كأسد عمال بيدور على فريسة، إذا لقى فريسة شردت شوية، إذا لقى خروف ضل شوية بعد عن القطيع، إذا لقى واحد مغيب أو في حالة عزلة أو حزف نفسه عن جو الشركة، يروح بسرعة ينقض عليه. الأسد جبان، ما يهجمش عليك وانت في وسط المجموعة، ما يهجمش على الخروف وهو في وسط القطيع، يستنى لما الخروف يجنح يشرد يضل شوية أو يتخلف عن المجموعة، يروح يتسحب لغاية لما يلاقيه الوقت المناسب ينقض عليه. خلي بالك يا أخي ويا أختي، وأنا بحذر نفسي، خلي بالك خصمك إبليس ده وقفلك بالمرصاد، ما بياخدش بريك، ما بياخدش تايم اوف ولا تايم اوت، قاعد لك 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع كأسد مستني ان يقتنسك، مستني ان ينقض عليك. فالموضوع خطير. نعم. الموضوع عايز سهر. الرب قالها 3 مرات للتلاميذ، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، كل مرة يرجع عليهم يلاقيهم نايمين. الرب يعني تعب من حالة النعاس، العالم والشهوات والأهواء وهموم الدنيا والغرور العالم كاتم على أنفاس الناس. فالرب بيقول يا جماعة اظهروا وصلوا لألا يعني مثل قال الأخ أبو جون إنه بدنا الرب يعطينا ركب ساجدة. بالضبط، نقعد نصلي نقرأ، يعني مش نتغيب. في ناس مثل غراب نوح، يعني مع احترامي ليهم، في ناس مثل غراب روح بيترك السفينة وبروح وبعد سنتين بيرجع لعند بيجي. يعني رب يعطي نعمة. إيه، عشان كده موضوع السهر والصلاة ده يعني وقاية، الوقاية خير من العلاج. إذا عايز تقي نفسك شر الوقوع في مصائب وتجارب وآلام وأعمال الجسد وريحة الموت تطلع من حياتك، يعني اعمل وقاية لنفسك
بانه انك تغذي حياتك الروحيه بالروح القدس بوسائط النعمه، الصلاه، الصوم اذا جاز التعبير، انت يسر يعني جو الشركه، جو التواجد في محضر الله باستمرار، هي دي وسائط النعمه اللي بيها نقدر نعيش حياه ساهره مستمره بفعل مضارع مستمر. امين امين، اشكرك جدا. رح نتابع مع الاخ اندرو لالا يصير عطل فني او شيء. اخ اندرو نشكر بانك من جديد معنا. أمين، أشكرك. رب يباركك. طيب أنا كنت حابب أنه لو أنك دخلت معنا في البداية، كنت حابب أنه أسمع تعليقك عن موضوع لك اسم أنك حي وأنت ميت. طبعا نحن تأخرنا قليلا على الموضوع، بس إذا على قلبك تدخل في الموضوع ده قليلا نستفيد من تعليقك، ممكن يكون الروح القدس حاطت على قلبك فكرة معينة، فأرجوك من فضلك أعملها. تفضل. أشكرك. يعني بداية ما في يعني نقاط جداً قدموها الأفضل ووقفوا واستوقف الموضوع وقدموا طرق جيد جدا حسب نعمة الله المعطاة له. لكن بداية حابب أقرأ النص من الأول. أكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سارديس. أول حاجة نظرة الرب للشخص هذا أو للكنيسة أو للراعي، نظرته من الأول أن هذا الشخص ما زال يطلق عليه لقب ملاك الكنيسة، مثل الشخص أو الراعي اللي متواجد في كنيسة فيلادلفيا، مثل الشخص أو الراعي المتواجد في كنيسة أفز. فنظرة الله باستمرار لينا هي نظرة ثابتة، نحن أبناء الله، نحن لنا دعوة مقدسة، لنا دعوة خاصة، نحن لنا قبول خاص حسب نعمة الله اللي افتقدت حياتنا واللي مكملة معانا طول الرحلة، ورب ماسك بأيدينا والذي ابتدأ عمل صالح ويكمل. باقي ما أتى في الحديث أو حديث الرب لملاك الكنيسة هي رسائل تحذيرية يقدمها الرب لكل شخص مرات بيحصل له عملية من الفتور الروحي، أو مرات بيحصل له عملية من خضوعه تحت سلطة الجسد أو تحت سلطة أعمال الجسد. وده وارد جدا، وناس كتيرة جدا بتتعرض للأمر ده لما بتخرج خارج دائرة الحياة الروحية، لما بتخرج خارج دائرة الخضوع لعمل الروح القدس. وأحد الأفاضل أعطى تشبيه، أو حضرتك تقريبا أعطى تشبيه عن الغراب اللي ترك الفلك ولم يرجع للفلك أو بعد عن الفلك. احنا لينا دايرة ولينا دائرة معينة يجب أن نكون متواجدين فيها. واضح أن هذا الشخص ترك هذه الدائرة وبدأ يهتم بمشغولات أخرى أو بتصرفات أخرى، فعشان كده الرب أطلق عليه هذا التعبير اللي حضرتك سألتيني فيه. لك اسم أنك حي قدام الناس له مظهر عام، لكن في واقع الأمر أو في واقع الحياة بتاعته هو شخص في نظر الله حياته متوقفة. عايز أقول كلمة ميت عشان محدش بس يسيء الفهم لها، لا تعني ميت هنا بمعنى حكم عليه الموت الروحي أو الموت الأبدي، لكن أنا شايف أن التعبير يعني أنه حياته ظلت واقفة عند نقطة معينة ما فيهاش ثمر، ما فيهاش تقدم روحي، ما فيهاش نمو في الحياة الروحية، ظلت واقفة وكأنها ميتة، يعني ما لهاش نمو في الحياة الروحية. وهنا اللي بنسميه أنه شخص له مظهر خارجي لكن ليس له جوهر حقيقي موجود في حياته. وياما ناس كثيرة جدا لها مظهر خارجي أو لها شكل خارجي لكن ليس لها جوهر حقيقي واضح بينم أو يعكس الحالة الروحية اللي الشخص ده متواجد فيها. عايز أقول كمان الآية الشهيرة اللي قالها حضرة الأسيس في رسالة روميا صح 8، لما قال كده: الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضى الله، وأما أنتم فلستم في الجسد. كل شخص اختبر المسيح اختبار حقيقي وشخص زي ما بتقول عدد 9 أو آية 9، أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح. ليه؟ إن كان روح الله ساكن فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح، إحنا هنا فليس له، فلذلك ليس له. إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح في الحياة بسبب البر. فكل شخص له نصيب وتمتع بخلاص المسيح، وأضم صوتي مع رجل الله اللي قال: ليس خلاص آخر، ولا يوجد طريق آخر للخلاص، ولا يوجد حياة توصلني إلى الحالة الأبدية والحياة الأبدية إلا بشخص واحد وحيد هو شخص المسيح له كل المجد. لك اسم أنك حي،
ناس كثيرة بتعيش المظهر، لكن ميت معناه أنه ما فيش ثمر واضح في حياته. ما أقدرش أقول على الشخص ده أنه مؤمن فعال، ما أقدرش أقول أنه له حياة فعالة، لكن اللي أنا بشوفه أنه كل شخص اختبر نعمة الرب، ربما يحصل له حالة من الفتور، ربما يحصل له حالة من الهزيمة لأعمال الجسد، لكن الرب أمين. ومش عايزين نغفل هذا الأمر، أن الرب أمين الذي دعانا هو متكفل بباقي الرحلة، والذي ابتدأ معنا عمل صالح هو سيكمل أيضا، وسيكمل الرب عمله في حياتنا إلى أن نصل إلى الغرض والقصد. انقطع التواصل مع الاخ اندرو. من فضلك اخ اندرو اذا يمكن مش عم يسمعنا، بس اذا عم تسمعنا اخ اندرو من فضلك تعاود الاتصال معنا حتى نتابع معك. اخي الحبيب عوني الرب يباركك، لما قرانا من موضوع الرب عم بيعطي تحذير لراعي هذه الكنيسه، بيقول له كن ساهرا وشدد ما بقي، يعني فهمنا نحن موضوع انه انا مفروض اسهر، السهر الروحي بقراءة الكلمة بالمواظبة على الأمور، يعني وسائط النعمة والوسائط الروحية. لكن كلمة شدد، مش الرب هو اللي بشدد يا أخ عوني؟ شو دوري أنا؟ يعني كيف أنا بدي شدد وأنا بعرف أن الرب الذي يشددني يعطي المعي قدرة؟ يعني أنا ممكن أكمل على حضرة أسيس نبيل في الفكر، وده أنتوا علمته لنا. نعم. فلو غلط أنتوا المسؤولين. تفضل. إن المؤمن في الطبيعتين، نعم، في الجسد وفي الطبيعة الجديدة اللي أخذها من الرب، وشبهن الطبيعتين دول بالنسر والخنزير، نعم، والاتنين مربوطين ببعض، الاتنين مربوطين ببعض. فأنا لو أنا غزيت النسر وجوعت الخنزير، النسر بقوته ياخد الخنزير وايه ويطير، بس لازم يكون خنزير صغير. لكن لو انا عملت العكس وغزيت الخنزير وسبت النسر من غير تغذيه، هاي مرمطني. نعم. مش كده؟ المؤمن بنفس الشكل، انا فيا الطبيعتين، ما اقدرش انكر ان الطبيعه القديمه موجوده فيا. نعم. فانا لازم احترس من الطبيعه القديمه الموجوده فيا اللي مش يعني هي اللي قصدها بولس، قال اقمع جسدي واستعبده. بس دي برضو يعني نقطة، لأن الجسد موجود. يعني ممكن قريت في تكوين 4 في جزء حلو قوي على أساس إنه إن الإنسان يخلي باله منه. في تكوين 4 لما آدم وحواء أول ما جابوا مين؟ قايين. نعم. قايين ده رمز الإيه؟ للطبيعة الجسد. نعم. مش كده؟ نعم. وبعد كده جابوا مين؟ هابيل. وهابيل ده رمز للطبيعة ايه؟ السماوية. السماوية. نعم. مين اللي قام على مين قتله؟ قايين. قايين اللي قام على هابيل وقتله. دي مش هتبقى رمز. نعم. ازاي؟ يعني الطبيعة الجديدة مش هتموت. ازاي؟ لكن الطبيعة القديمة لما كان الرب بيقول القايين، بيقول له فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين، لانه بيقول له من وجدني يقتلني، فقال له الرب لذلك كل من قتل قايين، وجعل الرب لك علامه لكي لا يقتله كل من وجده. فالطبيعه القديمه هتكون موجوده، لكن امتى الطبيعه القديمه دي يعني تتحكم؟ لما نشوف شويه قايين عمال يجيب في النسل هو بتاع قايين لغاية تبال، ولا يمكن ان هي تتحسن حتى بصدفة ولا بالاخت التانية اللي جت، مش هتع... لكن امتى هتحسن؟ لما جه شيس من آدم وحواء. ايوة. ولما جه شيس ولد ابنا فدعى اسمه، مهمة جدا، فدعى اسمه أنوش. معنى كلمة أنوش يعني ايه؟ الرجل او هش ضعيف، هش. مش كده؟ عندئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. المعنى الروحي بتاعها، لازم أنا كمؤمن أخذت الطبيعة الجديدة من الرب، أعرف أن أنا إنسان ضعيف، أعرف أن أنا إنسان ضعيف، مش بقوتي أنا هسلك ولا بقوتي هعيش الحياة المسيحية، لكن أنا عارف أنا إنسان ضعيف. ولأن أعرف أن أنا إنسان ضعيف، إذن أنا محتاج أن أنا أحتمي في حد.
يعني زي ما سمعنا ان ابليس كأسد يقول ملتمسا من يبتلعه هو. إن ما كنتش أنا أحتمي في شخص أكبر من الأسد ها. عشان كده على المؤمن باستمرار أنه هو يلتصق بالرب يسوع المسيح وبكل الأمور اللي هي تساعده على النمو. لما بنشوف مثلا المشكلة بتاعت روميا مشكلة روميا في بيقولوا للتين، لكن لما يجي بالنسبة للجسد وأعمال الجسد مش قادر. يعني الراجل بتاع روميا 7 ده راجل مؤمن أخذ حياة لكنه مش قادر يعيش العيشة اللي الرب بيتكلمها للملاك الكنيسة. فجأة ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما عنديش المقدرة مش هقدر. لكن بعد كده في أصح 8 يقول إيه أشكر الله في حاجة خارج مني مش أنا أشكر الله بربنا يسوع المسيح بالضبط. هو ده. فعلى المؤمن علشان يعيش حياة النصرة الحقيقية لابد أن يلتصق بالرب. أشكرك جدا. طيب أشكرك جدا. معنا مكالمة بناخدها بنعمة رب ومنتابع معاكم. أهلا وسهلا بنت الملك على ما أظن حضرت المخرج. طيب بنت الملك أهلا وسهلا بيك يا أختي. مساء الخير قديم. أهلا بيك ربي باكك. مساء الخير على ضيوفك الكرام. الله يباركك. أهلا بيك حبيب. وأهلا وسهلا بالأخ أندرو على سكايب. ربي يبارككم. ربي يبارك. قديم بس استفسار بسيط منكم، يعني الخلاص خلاص أليس هو على أساس من قبل ذبيحة الرب يسوع المسيح على الصليب؟ الخلاص يعني طبعاً بس نقبل الرب يسوع. نعم، كل من آمن بأنه رب يسوع بذبيحة الرب يسوع بأنه الله المتجسد اللي مات على الصليب خطايا. نعم. فهذا هو الخلاص يعني. نعم. ناهيك عن لاهتياد وهالأشياء يعني حتى على قد فهمه. طيب كل من أخذ الآمن برب يسوع اللي أخذ الخلاص معناته اسمه كتب في سفر الحياة مش هيك؟ نعم. أوكي. بالحالة إذا مؤمن هو آمن بالرب يسوع. نعم. وهاي يعني يعني معظم المسيحيين تقريبا هذا الشيء موجود، ولكن إذا ما صار علاقة شخصية مع الرب يسوع، أي بمعنى تطبق عليه الآية مثلا اللي من هو في المسيح هو خليقة جديدة الأشياء إن كان أحد في المسيح إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة كورنثوس الثاني 5:17 الأشياء القديمة قد مضت كل شيء صار جديد. نعم. إذا ما صار جديد في حياة الإنسان وهو يؤمن بعمل الصليب ويؤمن بذبيحة الصليب بس الشيء الجديد مثلا في حياته ما عم يصير، يعني هو على نفس الطبيعة القديمة بعد باقية. طيب في هالحالة هذا المؤمن وإحنا نعرف هو اسمه مكتوب في سفر الحياة. نعم. على أساس الدم يعني. طيب هالحالة هذا المؤمن هل لازم يؤدب يعني إذا هو في جسد؟ لأنه حسب الآية تقول إن لم تؤدبوا فإنكم نهول فلستم بنون. فإذا في حالة إذا مؤمن إذا آمن طبعا على أساس الذبيحة بس ما عاش ما له علاقة مع المسيح. نعم. وما تأدب على الحياة ومات، هل معناته هذا الشخص مهم بأنه ما كان مخلص؟ طيب نقطة حلوة عشان مكتوب في سفر الحياة. نعم نقطة حلوة وأنا راح أعطي الدور بسرعة للأسيس نبيل حتى نستفيد من الإجابة. ونقطة حلوة كثير. نعم. ربي باكي. يبارككم وشكرا جزيلا. ربي باكي ربي باكي. أساس نبيل بناخذ معك الدور بعدين مجعل نكمل مع الأخ أندرو حتى أيضا نستفيد منه. يعني الأخت عم بتقول أنه بحسب الكتاب الإنسان بصير جديد. الأشياء العتيقة يعني كل الأمور العتيقة بحياته، طبعا الإنسان العتيق بضل موجود، الطبيعة العتيقة موجودة. لكن بقول ما بيقول الإنسان العتيق راح، بيقول الأشياء يعني التصرفات والسلوك وهالأشياء القديمة اللي كنا عايشين فيها في العالم بسلوك عالمي. طيب الأخت عم بتقول إنه هذا الشخص وافق إنه المسيح مات لأجله و و و و لكن ما فيش تغيير. هل إما هو مش مخلص أو لازم يكون تحت تأديب؟ مزبوط. طيب. طيب يعني رب حلهنا بسهولة خالص لما قال من فضلة القلب يتكلم اللسان من ثمارهم تعرفوهم. ما فيش بير في مية ملحة هيطلع مية عذبة ولا العكس. نعم. وما فيش شجرة التين هتطلع عنب ولا كرمة عنب هتطلع تفاح. اللي جوه لازم يطلع لبرة. فالإنسان يعني لازم يسأل نفسه هل أنا يعني حصل في حياتي تغيير؟ هل طالع من حياتي ثمار
أعراض الحياة طلعت ولا لسه أعراض الإنسان القديم الموت الريحة الوحشة بتاعة الخطية لسه طلع من حياتي؟ صحيح في طبيعتين زي ما سمعنا من شوية، صحيح في صراع في الداخل، صحيح في قوة جاذب بتجذبني لتحت، قوة بتشدني لفوق، الجسد بيشدني لتحت، الأهواء والشهوات والحياة العادية الطبيعية، لكن روح الله بيقول لي أنت بقيت ابن لله، بقيت مواطن سماوي، بقيت دلوقتي أنت بتاع فوق، خلي اطلب ما فوق، أنت بتاع الأجواء السماوية، عيش الجو الجديد. إذا أنا لقي إنه كل حياتي تحت 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 تحت، يبقى يمكن جه الوقت أنا أسأل السؤال ده. يمكن الموضوع كان مجرد معلومات، يمكن الموضوع مجرد كان مشاعر، يمكن انفعالات وقتية، لكن أنا فعلا مشيت بأجواء مؤمنين وصرت مفكر حالي معهم بالضبط. لكن اسأل نفسك السؤال ده، يعني وجودك مع جو مؤمنين، وجودك في الكنيسة لا يجعلك أوتوماتيكيا تلقائيا تصبح مسيحي، زي ما بيقولوا أنه وجودك في ماكدونالدز ما بيخليكش هامبرجر، وجودك في الكنيسة ما بيخليكش مسيحي، أو حتى لو أمك ولدتك في ماكدونالدز مش هتطلع هامبرجر برضو مش هتطلع. نشكره. فالموضوع بيحتاج أنه الإنسان يفحص نفسه. لكن بنتكلم بعد كده عن يعني في اذا انسان مثلا بيفضل طفل في الايمان وبيفضل فكره قاصر وعنده يعني نوع من يعني تحس ان هو دورف اللي هو قزم في الحياه الروحيه، ده يعني ده ممكن يكون اخذ حاجه لكن خلاص حجم نفسه على مقاس معين مش عايز يتخطى. بس معناتها الانجيل هو مثل ما قال له بده يخدم عليه كلص، يعني أيوه. معناتها في تقدير والانسان نفسه ده يعني نفسه لا محاله، يعني الانسان ده بيبقى حارم نفسه، يعني عايز اقول ان انت خسران بركه اذا انت اكتفيت بحاله روحيه خلاص انه خلصنا وخلصنا زي ما بيقولوا، اخذنا الخلاص وخلاص بقى يعني جددنا وتمددنا. ايوه. انت بتخسر يا حبيبي، انت عايش حياه روحيه قزم، انت بتخسر بركات رائعه وفي نفس الوقت بتخسر تيجان في مكافآت، نجم يمتاز عن نجم في المجد. إذا عايش حياة كسل وحياة خمول وحياة رخاء وحياة جسدانية، أنت بتضيع على نفسك أمجاد سماوية، هتقف خجلان قدام الرب وهيضيع منك مكافآت ومجازات. صحيح أنت مش بأعمالك بتاخد السماء، هتخش السماء لكن كما بنار يعني يخلص كما بنار. يس. ففي فرق كبير بين مؤمن عايش حياة الجهاد حياة التقوى ده بيخزن نفسه أكاليل وأمجاد سماوية، ومؤمن قاصر ضعيف قزم عايش حياة طفولية حارم نفسه من بركات الشركة مع الرب في الأرض هنا، وحارم نفسه كمان من أكاليل ومن أمجاد سماوية. أشكرك جدا. منتابع مع الأخ أندرو حبيب. أخ أندرو الرب يباركك، أرجو أنه عم تسمعني تكون. أخ أندرو الرب يباركك. بجو الموضوع والحديث رائع يعني. الرب يباركك. طيب المتابعة لو تابعنا بحسب ما قال الكتاب المقدس أنه بيقول له لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، يعني أنا بدي أدخل قليلا على موضوع أنه شدد ما بقي وإلى ما هنالك، وقال له الرب لهذا الراعي لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، يعني هل الموضوع موضوع خلاصي مثلا ممكن يكون مرتبط قليلا في الأعمال؟ لأن في ناس بيقول لك أنت بتخلص بنعمة الرب بس أنت مرتبط خلاصك أيضا بأعمالك. خلينا نشرحها كفكرة ونفليها، يعني إذا أنا كنت مش مخلص أعمالي مش كويسة، بس إذا أنا كنت أعمالي كويسة بصير مخلص، أم لأني أنا مخلص يجب أن تكون أعمالي كويسة وعلى أساس نعمة الله أخلص؟ تفضل أخ أندرو. بداية لازم نحط تقييم ونوضح. الخلاص عمل قائم على النعمة، الخلاص عمل قائم على النعمة لا على الأعمال، ليس بأعمال لكي لا يفتخر أحد، لا دور للأعمال في أمر الخلاص. فالخلاص هو عمل قائم على نعمة الله المتوجه لي، أقبله بالإيمان في حياتي لكي أنال الخلاص وتمتع بالحياة الأبدية. لكن في دائرتين لا بد أن نحن نفهمهم، الدائرة الأسمى التبرير أمام الله، والدائرة الثانية اسمها التبرير أمام الناس. مركزي ومقامي أمام الله، ومركزي ومقامي أمام العالم كسفير ليسوع المسيح، كشاهد وخادم ليسوع المسيح. فالتبرير أمام الله قائم تماما على عمل النعمة، على عمل المسيح الكفار الكامل على الصليب. لا وجود لدور الأعمال على الإطلاق في موقفي في التبرير أمام الله، لا وجود لدور الأعمال.
فأنا أمام الله مخلص، أنا أمام الله ابن، أنا أمام الله وارث، أنا أمام الله لي حياة أبدية، أنا أمام الله لا أفقد لا مقامي ولا مركزي. لكن في شق تاني هو اسمه التبرير أمام الناس، مركزي ومقامي كسفير ليسوع المسيح أمام العالم، رسالتي أمام العالم. هو اللي بيتكلم فيه الرب مع ملاك الكنيسة هنا، لا يتكلم عن عمل أو موقف هذا الشخص من الخلاص الأبدي، يتكلم الرب يسوع المسيح عن موقف الشخص من خلال رسالته على الأرض، من خلال رسالته في وسط الكنيسة، من خلال دوره، من خلال مركزه أمام العالم. عشان كده الأعمال دورها فقط هي تظهر كوني كابن للرب، هي تعكس حياة الإيمان أمام العالم. والكتاب سمى الكلام ده، قال كده الإيمان العامل بالمحبة، في إيمان اسمه عامل بالمحبة، وده اللي أنا لازم لابد أن أنا أحياه ولابد أن أنا أعيشه. ولما الرب بيتكلم عن أنه أعمالك ليس كاملة، لا يقصد هنا أن الرب هيدينه أو هيدين خلاصه، لكن يقصد هنا عن أن الرب بيرى أو بيشايف أنه ينبغي لك أنك وأنك أنك ابن ليا، ينبغي لك وأنك في موضع مسؤولية روحية، ينبغي لك وأنك في موضع أنك راعي وملاك الكنيسة، كان لابد أن تكون لأعمالك له اتجاه آخر غير الاتجاه اللي أنت متواجد فيه الآن. أنا بشوف أنه ده اللي كان يقصده الرب، عشان ما نخلطش الأمور ونخلي نزق الأعمال يكون لها دور الخلاص. دي جزئية. جزئية تانية بس كان عندي يعني مش قادر أسميه اعتراض أو حاجة، لكن إيضاح صغير أو استفهام من إخوات الأفاضل. أنا عايز أقول إن كلمة طبيعة لم تورد في العهد الجديد على الإطلاق، وإن المؤمن لا يحمل طبيعتين، هذا التعبير لا يوجد نصا في العهد الجديد، لكن اللي وارد نصا إن إحنا يجب أن نفهم وندرك حياتنا ومقامنا في المسيح من خلال رؤية 6. لو قدرنا نوصل إحنا فين في رؤية 6، لو قدرنا نوصل وصلنا لفين في رؤية 6، هنقدر نعيش حياتنا الروحية بطريقة صح، وهنقدر نوصف الأمور بحسب وصفها الروحي وبحسب ما أعلنه الكتاب المقدس. طيب أنا أشكرك أخ أندرو، من فضلك تبقى معنا حتى نأخذ مرة أخيرة معاك بعد قليل. من فضلك معنا مكالمي من الأردن أبو مهند. أهلا وسهلا بك أبو مهند. صباح الخير. صباح النور، الرب يباركك. تحية محبة لكم. الرب يحفظك. أهلا بك. أود أن أشارك معكم في هذه الكلمة البسيطة. اتفضل. تقول يجب علي تنظيف الملفات القديمة، ولكني أفعل شيئا واحدا، أن أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض. نعم. عندما أشعر بالذنب والخوف، ما علينا إلا أن نطرح كل شيء خارجا، نقاوم هذه الخطيئة. نعم. المغفرة، أعترف أن بخطيئتي، أطلب من الرب أن يغفرها لي، ولكن يجب علي أن أنسى هذه الخطيئة التي أخطأت بها، لأني على يقين بأن الرب غفر لي هذه الخطيئة. نعم. إن بولس الرسول قرر التخلص من كل شعور يواجهه ووجد الطريق وهو الاعتراف بها أمام الله، لأنه كان مدركا بأن موت المسيح على الصليب كان كافيا لدفع الثمن، لأنه قاعدة غفران خطايانا. على أساس دم المسيح كانت ما ورد على تغطي كل ذكريات الماضي. إن دم المسيح وفى ديننا ولنا كامل الغفران، لأن الرب يحب الخطاة ويمكث الخطيئة. وشكرا لكم لإصغائكم. نعم أشكرك أبو مهند. طيب أنا أشكرك أبو مهند وربي باكك، ونشكر الرب لأجل المداخلة. أخي الحبيب عوني، نحن نأتي إلى فكرة بيقول له فاذكر كيف أخذت، يعني الرب عم يتكلم مع هذا الراعي بيقول له اذكر كيف أخذت. أحبائي، بالنسبة لموضوع الحلقة للمتأخرين، موضوع الحلقة لك اسم أنك حي وأنت ميت. الرب عم يتكلم مع راعي كنيسة، هو طبعا أخذ من الرب، لكن بأعماله بحياته بتصرفاته
كان عايش حياة ما فيهاش إثمار بسفر الرؤيا الإصحاح الثالث. فبيقول له الرب ليوحنا اكتب وقول لهذا الراعي، بيقول له بعدد ثلاثة رؤيا ثلاثة ثلاثة، فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. فإذا ممكن يكون ناسي، واحد يكون ناسي حاله إذا جاز تعبير إنه هو يعني بدنا نذكر بعض الأشخاص إنك أنت مؤمن يا حبيبي، مثل ما قال الرب الماضي لأورشليم لما جمحت، بس أورشليم كانت جامحة، قال له يا ابن آدم ذكر أورشليم برجساتها، ذكرها من وين هي أصلها، وين كانت، وكيف جبناها، وكيف عملناها مملكة. ففي مؤمنين بدهم تذكير وبدهم توبة، إعادة توبة. أخ عوني كمان تفضل. يعني أنا عايز أرجع للبداية اللي بداها الأسيس نبيل. نعم. إن هذه الكنيسة لما نشوف يعني التاريخ بتاعها، إن دي كانت كنيسة في البداية كانت مكان حلو جدا وليها عظمتها وليها مكان التجارة الوقت بتاعها كان وقت الإصلاح. وقت هذه الكنيسة وقت الإصلاح. يعني أصدق إصلاح من أي وجه؟ وقت الإصلاح، ما إحنا لما نشوف بقى تاريخ الكنائس، عشان هو كويس إنه بيقول عم تحكي عن العصور هلأ، عشان كويس إنه بيقول أكثر من رأي. نعم نعم. لا أصدق إنه هلأ يعني عم تتكلم عنها مش بحالة الكنيسة المحلية، صرت عم تتكلم عن حالة زمن الزمن فيها. لكن هي طبعا بتدينا الفكرة، يعني الأربع كنائس الأخرانية بدونا فكرة الكنيسة الحالية دلوقتي. نعم. فدي الكنيسة دي مرت عليها الفترة بتاعتها، كانت فيها فترة انه كلمة الله اترجمت، الكتاب المقدس بقى متاح للكل. دي عم تحكي عن كنيسة بتمثل عصر معين اللي هي ما دي بتدينا العصر. فهي عشان كده نفهم يعني الكلمات اللي يوحنا بيكتبها. نعم. دي بتدينا فكرة عن الوقت بتاعها، وقت الإصلاح كان إيه اللي حصل. نعم. أنا هدخل لك في الجزء اللي احنا، لكن عشان نعرفها الوقت ده كان كلمة الله موجودة وأخذت تعاليم حلوة. لكن كنيسة لأنها حبت تطلع من السيطرة اللي كانت موجودة فيها، ابتدت يتداخل معها السياسة. ولما دخلت معها السياسة فقدت هذه الكنيسة الوضع الروحي بتاعها. وعشان كده لما فقدت الوضع الروحي بتاعها الكنيسة، ابتدى الرب هنا يقول لها في أسماء قليلة اللي هي ما جريتش ورا الأسلوب اللي هو الراحة لا ده في ناس تمسكوا بكلمة الله ومسكوا فيها. وعشان كده بيقول له عندك أسماء قليلة لم ينجسوا ثيابه. فهنا بيقول له كيف أخذت الأمور اللي جات لك، الأمور اللي وصلت ليك، المبادئ الحلوة، الحاجات القيمة في كلمة الله لما جات لك، ليه ما أخذتهاش وحفظتها؟ يعني بنسمع ان في ايه الفرق بين ان انا اقول ان انا مؤمن او ان انا قبلت المسيح. في فرق بين العقل وفي فرق بين القلب، وبينهم زي ما بيقولوا 30 سنتي. ان انا اخد فكر المسيح انه مات علشاني في عقلي واؤمن بيه بعقلي، لكن لم يكن في القلب. فعشان كده هنا لما بيقول له كيف اخذت وسمعت، انت عندك اخذت وسمعت، طيب ايه اللي عليك انك تحفظه بقى وتوب، احفظه وتوب. يبقى اذا الكلام هنا يعني انا اميل جدا انه الكنيسة فيها النوعين، فيها المؤمن وغير المؤمن، لكن بالاكثر غير المؤمنين. ليه؟ لان الكنيسة لما توسعت وبدت السياسة تدخل فيها، ابتدت الكنيسة تضم أعضاء غير مؤمنين. ولما ضم أعضاء غير المؤمنين أصبحت الكنيسة مشوشة، لكن فيها أعداد قليلة، أسماء قليلة. هم عشان كده في البداية يمكن برضو ما تعرضناش ليها، يقول الذي له سبعة أرواح الله والسبعة كواكب، ما يتكلمش الممسك السبعة كواكب. بس في البداية أول ما بنقرأ بسفر الرؤية بيقول هو الممسك. نعم. ما هو يعني في الكنيسة بتاعت أفسس يقول الممسك بيه. لكن بعد كده لما الكنيسة بدت، وعشان كده في كنيسة لودوكية يقول لهم أنا، يعني هي عمالة تتأخر، في كنيسة لودوكية يقول لهم أنا فين دلوقتي؟
انا مزمع انا تخيل انا برا كمان وانا انا اقرا انا برا انا مش دلوقتي. فالكنيسه بيقول له خلي بالك خلي بالك انت اخذت وسمعت فاحفظ وتوب عشان بعد كده يقول له فان لم تسهر اقدم عليك قلص. وفعلا دي ترتبط بتسالونيك الاولى. هذا رايك الشخصي. طيب اوكي اشكرك جدا. اخ نبيل بالنسبه للفكر العام بتحب توسع الفكره قليلا بعد ولا بننتقل على فكره لك اسماء عندك اسماء قليله في سادس؟ لا يعني افتكر استوفي الموضوع الاخ. اوكي طيب اوكي فاذا الانجيل بيقول هون ايضا الرب بيقول له انه عندك اسماء قليله في سادس لم ينجسوا ثيابهم. انا بدي اخذ الفكره من 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 وجهه نظر اخرى انه انا ممكن اكون مثلا في كنيسه معينه ممكن يمكن مش كل الكنيسه اللي انا فيها روحيين اغلبهم يمكن عايشين حياه ضعف وفتور بس انا هذا الشيء مش لازم ياثر فيي. يعني نحن مثل ما سمعنا من الأخ عوني في البداية أنه ناظرين إلى رئيس الإيمان الرب يسوع رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. فنحن مش مفروض نحن نتأثر باللي حوالينا. يعني أنا وضعت في قلبي مثل دانيال جعل في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه. كل أخذوا وكل أكلوا وكل تنجسوا أنا ما خصني. تفضل. أي وده هنا بياخدنا للنقطة أنه أنا لازم أتحمل مسؤولية لازم أكون على قد المسؤولية عن حياتي الروحية ما أتأثرش بالجو اللي حواليا بل أؤثر في الجو اللي حواليا. يعني الشيء مؤسف لما أنا ببص للناس اللي حواليا ألاقيهم في انحدار روحي وأبتدي أنا أخور معاهم وبدل ما أنا أشدهم لفوق وأسحبهم معايا للرب وعند عرش النعمة هم يسحبوني لتحت ويفشلوني ويبتدوا ينشفوا الروح فيا ويفقدوني الفرح والتعزية والرجاء والثقة في الرب. فهنا يعني بيقول انت الرب بيقول خد مسؤولية انت لازم تاخد مسؤولية احفظ. يعني انت اخدت حاجة بين ايديك حاجة اخدتها اخدت حياة جديدة واديتك تكليف كمان مع الحياة الجديدة انك انت تكون راعي وخادم ومسؤول وتكون ملح في الارض وتكون نور في العالم وتكون سبب بركة للمجتمع اللي حطتك فيه. خد مسؤولية خد المسؤولية يعني عيش بحسب المستوى الجديد اللي رفعتك ليه. خد انت المسؤولية وأثر انت في الجو المحيط بيك ما تخليش الجو يشدك لتحت. انت بمعونة الروح القدس هات الناس معاك لفوق لعرش النعمة. فهنا يعني ده درس لي انا ولكل واحد انه من يعني نصحى ونكون سهرانين لا نلتمس الأعذار لأنفسنا إن الناس اللي حواليا كلهم ضايعين الناس كلهم مشغولين ومهمومين ومربوكين في الحياة في هموم العالم. أنت بالعذر يا الإنسان عندك مصادر قوة عندك موارد إلهية بين إيديك فكن مؤثر في المجتمع وما تقولش ما عثروني ما الناس تعبوني ما الناس رجعوني ما إبليس مش عارف بيعمل لي إيه ما فلان بيعمل لي إيه ما الكنيسة مش عارف مش واخدة بالها ما الناس مش عارف إيه تبتلي تلقي اللوم على آخرين. لا ستوب كفى كفى القاء اللوم على لأنه عندنا إمكانات كافية أن تجعلنا نسير باستقامة. بالضبط. والرب قال كده لابد هتيجي العثرات يعني الموضوع مش مفاجأة يعني لابد هتيجي عثرات في الطريق هتيجي مفشلات هتيجي ناس يعني وظروف تشدك لتحت هتيجي لابد لابد هتيجي العثرات. الويل صحيح للي من تأتي منه العثرات بس بيقول لي أنا كإنسان كمؤمن كصاحب مسؤولية بيقول لي خلي بالك هتيجي العثرات اوعى تخلي العثرات دي تعثرك اوعى تخلي المفشلات دي تشدك لتحت. اشكرك جدا. منتابع مع الاخ اندرو وبناخذ منه التعليق الاخير ومنودعه بنعمة الرب يسوع. اخ اندرو ربي باركك عم تسمعني اخ اندرو اخ الحبيب اندرو اخ اندرو عم تسمعني من فضلك انا سامع حد ربي باركك ربي باركك. طبعا انا بدي اسمع منك التعليق الاخير انه لابد من تأديب ولابد من دينونة تسقط على المؤمن الجسدي ونحن بنعرف من بحسب رسالة عبرانيين إصحاح 12 إنه وأي ابن لا يؤدبه أبوه. فإذا الكتاب المقدس هون عم بيتكلم مع أشخاص ضعفاء روحيا وعايشين في حياة الجسد والتراخي فلابد أنه في دينونة. وأرجو من فضلك أخ أندرو والروح القدس يسوقك أنك تحذر جميع المؤمنين في العالم أنه يعيشوا حياة السهر الروحي وخاصة أننا قد نكون فعلا اقتربنا من مجيء الرب. تفضل أخي الحبيب. أشكرك حضرتك وأنا هبدأ من حيث ما حضرتك انتهيت
رسالة العبرانيين إصحاح 12 في آية مهمة جدا عدد 4، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. المؤمن السهران على حياته، المؤمن اللي عايش يمجد ربنا وغرضه يمجد ربنا، المؤمن اللي عنده غرض وعنده هدف بيسعى لأجله، المؤمن اللي فهم مقاصد الله لحياته وفهم دعوة الله لحياته، لابد أن هو يقاوم حتى الدم. مش أي مقاومة، مش أي جهاد، جهاد قانوني يا رب. هو ده المؤمن. الحياة الروحية مش دلع، الحياة الروحية مش مجرد كلمة أنا بقولها، مش مجرد تسمية، مش مجرد لقب أو نيشان أنا بحصل عليه. الحياة الروحية هي حياة اسمها حياة، حياة روحية اسمها حياة، حياة أنا بعيشها، بعيشها باجتهاد، بعيشها إن أنا واقف ضد، واقف ضد التيار. لما قالوا الأثناسيوس العالم ضدك يا أثناسيوس، قال لهم أنا بنعمة الله ضد العالم. هي دي الحياة الروحية، هو ده الشخص اللي الله، هو ده اللي بيتوقع الله منك كأولاد لله. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين. واحد يقول المسيحية فيهاش جهاد، المسيحية فيهاش جهاد السلاح ولا جهاد السيف اللي بيقطع الرقاب، لكن المسيحية فيها الجهاد الروحي. وأي مش أي جهاد، يجب أن يكون جهادي جهاد قانوني. يعني إيه جهاد قانوني؟ يعني أفعل كل طاقتي إن أنا أعيش حياة ترضي ربنا. لو أنا ما عشتش بالحياة دي، أنا هلاقي نفسي تلقائيا منغمس في العالم، والعالم مؤثر فيا، والعالم شددني، والعالم واخدني، وهوقع نفسي تحت التأديب. التأديب شيء أنا بعتبره يعني نعمة كبيرة جدا 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 من ربنا لينا، إن الله يؤدبنا. ليه؟ لأن المقصود من وراء التأديب إن الله بيحبني، إن الله عايزني يقوم طريقي، يقوم سبلي، عايزني أعيش الخطة اللي الله رسمها. لما بيلاقيني أخرج برا الخطة، لما بيلاقيني بخرج برا المسار، لما بيلاقيني بخرج بطريقة غير لائقة وأظهر بشخص كابن للرب بصورة غير لائقة للعالم، الرب من محبته يؤدبني. وصور التأديب صور كثيرة جدا، ربما يؤدبني بالحب، ربما يؤدبني بقرصة معينة، لكن في كل الأحوال هي علامة تعني أن الله يحبني وأن الله يريدني أن أعيش الحياة التي تحبني. أنا أشكرك جدا أخ أندرو، وبنعمة الرب راح أشوفك ب 15 أكتوبر بأمريكا. أحبائي صلونا من فضلكم، أنا والأخ أندرو بنعمة الرب يسوع رح نصور برنامج من 52 حلقة، ونكون مع بعضنا البعض في نص أكتوبر، يعني تشرين أول بمفهوم اللبنانيين، لغاية آخر أكتوبر. فمن فضلكم، من فضلكم صلواتكم حتى الرب يعطينا نعمة تكون يعني التسجيلات مباركة والموضوع يكون مبارك. طبعا نحن منسجل ومنروح ومنمضي، لكن كلمة الرب هي التي تثبت إلى الأبد، مشيئة الرب تثبت، الرب بيتمجد، لكن نحن المهم نكون سبب بركة في هذا العالم ونمضي، وليكن لإسم الرب البركة باستمرار. أخ أندرو الرب يباركك وأشكرك جدا جدا، والرب يستخدمك أكثر فأكثر أخي الحبيب. الرب يباركك، الرب يحفظك، باي باي. أخ عوني، أنا بتصور أنه نحن لازم نغلي الأفكار، فما هو، ما هي الكلمات اللي ممكن تقلنا إياها بدقيقتين من فضلك إن أمكن، نختم فيها معك ومع الأسيس نبيل دقيقتين بنعمة الرب يسوع، بعد ما رحنا وجينا في الأفكار شو ممكن نروح القدس يتكلم فيك؟ يعني أنا ممكن أصورها بصورة عشان المشاهد يعني ياخدها بصورة بسيطة. نعم. الشجرة لما بتطعم، لو في شجرة مثلا برتقان مش حلوة، البرتقان بتاعها مثلا ببذر، لكن أنا عايز البرتقانة بتاعتي تكون برتقانة بصرة كده وما يكونش فيها بذر، فبعمل إيه؟ بيجي الراجل يروح عامل إيه؟ يروح مطعم الشجرة دي بفرع من الشجرة اللي هي بصرة وحطها فيها. لما بتيجي تسأل الجناين ده اللي عامل الحكاية دي، الشجرة دي شجرة ايه؟ يقول لك بتاع يعني شجرة برتقان بصر. تقول له لما هي يعني برتقان مالح مش بصرة ازاي؟ قال لك لا خلاص، انا دلوقتي دي اتطعمت فيها دلوقتي الطعم الجديد او الفرع الجديد ده، ايه ده بيطلع المؤمن بالشكل ده. الجسد موجود فيا، لكن الطبيعة الجديدة مطعمة خلاص جت، أنا أخدتها. هذه الطبيعة الجديدة لازم أسهر عليها. فممكن أن يجي في يوم من أيام الجنين ده
واحد ياخذ ثمره يلاقيها لسه فيها البذره، يقول له ازاي بقى؟ يقول له انا ما صهرتش، لان اول ما بتطلع اي فرع فيه القديم اروح اقطعه عشان تفضل الشجره تطلع باستمرار الثمر الحلو. انا كمؤمن علي ان انا اعمل كده باستمرار، اخلي بالي من كل حاجه بتطلع من حياتي. الكلمه، هل الكلمه دي تليق كابن لله ولا هل السلوك ده بيليق ليا كابن لله ولا لا؟ هل انا في الشركه مستمره مع المؤمنين ولا لا؟ هل محبتي للرب وللمؤمنين؟ هي دي بتوري انا اخذت حياه ولا ما اخذتش حياه. اشكرك جدا. معي مكالمه بدي اخذها وهو متاخر، بس بدي اخليه يحكي المتكلم ثلاث كلمات. هلو هاي باي. الاخ يعقوب معنا، يا ريت اخ يعقوب معنا بس من فضلك معش عندنا وقت اصلا، بس انا حابب اعرف ليش حضرتك عم تتصل فينا اخر لحظه. تفضل وبسرعه جمله واحده من فضلك اخ يعقوب. يا ربي يبارك لك اسي ويبارك الضيوف الكرام وياك ويبارك. انا حاضر على الحلقه انه الرب بان براعي الكنيسه انه اعماله ليست كامله. انظرها بمنظار ثاني انه عدم الامانه في الخدمه الموضوعه قدامه. مثل مثل الوزنات اللي اعطاها الرب، هم ثلاث اشخاص، واحد كان عنده خمسه اتى بخمسه، والثاني اتى بمثل، والاخير حصبها. فالظاهر الأخير أنه ما كان أمين في خدمته مع الرب وما اجتهد كما هو الأول. ولهذا منظورنا إلى هالنقطة أنه في ناس يكون قابل للرب ولكن ما يعيش حياة الأمانة، واللي رح يكون في الأخير ينال تأنيب من الرب أنه قصر. الرب يبارك. أشكرك جدا. أخذ لك شوية من وقتك مش من وقتي. الرب يبارك. على قلبي زي العسل. تفضل. يعني في كلمتين صغيرين مضغوطين خالص، سهم الكلمة النهاردة بيصيب في اتجاهين، في اتجاه المؤمن اللي عايش حياة عدم الاكتراث الروحي، الإهمال، العرج بين الفرقتين، مش طالع من حياته أعراض الحياة الجديدة اللي أخذها في المسيح يسوع. الرب بيأنبه، بيعاتبه، بيدق على باب قلبه بكلمات شديدة، كلمات تهز الإنسان النايم، والتحذيرات دي تحذيرات يعني مش سهلة. لازم المؤمن اللي عايش في الجو الموت الروحي ده يتعظ ويصحى، وإلا الرب هيجي عليك بحاجات صعبة. برضو الحاجات الصعبة دي هتيجي بدافع المحبة، لأنه الرب عايز يفوقك ويردك إليه. الاتجاه الثاني، لو كنت انسان لسه ما خدتش حياه خالص، لسه طالع من حياتك موت، ما اختبرتش حياه من اولها من الاساس، فالنهارده الرب برضه بيدق على باب قلبك وبيقول لك يا حبيبي تعالى، تعالى خد حياه، تعالى عشان يطلع من حياتك اعراض الحياه، تعالى النهارده حط ايدك في ايدي واديني مجال بروحي القدوس ان انا اسكن فيك واغذيك وساعدك انك تعيش حياه السهر الروحي والحياه المرضيه لله اللي تفرح قلبه وتكون انت سبب بركه للكنيسه وللمجتمع اللي حواليك. اشكرك جدا. ربنا يباركك. احبائي طبعا بشكر ضيوفنا الكرام والرب يبارككم ويبارك الاخ اندرو من الاوفرسيز. طبعا حلقه مباركه وصلاه انه الرب يستخدمها بكل قوه. احبائي المشاهدين، من فضلكم المؤمن الضعيف يطلب قوة، لأنه الإنجيل بيقلنا أنه إذا طلب قوة الرب بيعطيه. وإذا شخص فعلا مش مولود من الله روحيا، أنت مولود من أبوين نعم، بس أنت محتاج أنك تولد من فوق، تولد من الله بالروح القدس. التوب عن خطاياك، يعطيك الله روحه الطاهر، يغسلك بدم الذبيحة، ذبيحة المسيح التي قدمت على عود الصليب، وتاخد حياة أبدية في الرب. ساعتها بتصير أنت إنسان حي، روحيا حي وجسديا حي يعني. لكن في ناس كتير عايشين لكن هم أموات بالذنوب والخطايا. أرجوك ما تبقى بهذا الحال. لا تقتنع أنه علموك هيك وخلاص روح بتموت هيك، أبويا مات هيك وجدي مات هيك. نو، أنت محتاج تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك. قل له يا رب أنا بقبلك مخلصي، غسل قلبي الخاطي بدم ذبيحتك، املأني بروحك الطاهر واعطيني هبة الحياة الأبدية. يا أحبائي، لا فلسفة ولا تعنت ولا شيء، هذه حقيقة كتابية اختبرها الملايين، وما من كل قلبنا بنصلي أنك أنت تختبرها وتدوق الفرح والنصرة
والبركة في الرب يسوع المسيح. نشكر رب من أجل أحبائي، ورب يستخدمكم أكثر فأكثر، ورب يجمعنا بلقاءات أخرى، ونشكر رب من أجل أحبائنا اللي تواصلوا معنا وأعطوا آراء. متأسف يمكن البعض أنا حاولت أن أستعجل معهم، لكن نشكر رب من أجلكم جميعا. إلى اللقاء في حلقة جديدة إمتى أن الرب يسوع المسيح في مجيئه، لأن ممكن يفاجئنا اليوم أو بكرة، ما بنعرف مجيئه، عشان هيك لازم يكون جاهزين. رب يكون معاكم ويحفظكم، وإلى اللقاء.